السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم على قناة الوفد التعليمية، ومعكم أخوكم الأستاذ أحمد سليمان. هنراجع الفيزياء مع بعض في المراجعة الثانية لينا على قناة الوفد، وتابعونا على قناتنا مستر أحمد سليمان وعلى صفحتنا الرسمية، الصفحة الرسمية للأستاذ أحمد سليمان على الفيسبوك إن شاء الله. مع بعض كده بالراحة، المرة اللي عدت كنا وصلنا حتى الجزئية اللي بتتكلم على الفولتميتر. كل اللي عايزه من حضرتك بس انت ركز معايا قوي وسيب الموضوع على ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله كل خير. يلا مع بعض، بسم الله. الفولتاميتر. الفولتاميتر بكل بساطة يا حضرات هو عبارة عن جلفانو، والجلفانو ده لو سألناه كده بكل بساطة مقاومتك بكام مثلا، يقول لي باتنين مثلا. تيارك بكام مثلا، يقول لي تياري مثلا بخمسة مثلا. يبقى كده فرق الجهد بتاعه بكام يا حضرات؟ يبقى فرق الجهد بتاعه يا أستاذ الفي بتساوي اي في ار، 2 في 5 بكام؟ ب10 فولت. طيب يا عم تمام، احنا جينا للجلفانو ده وقلنا له احنا عايزينك تقيس جهد كبير اكبر من 10. قال لنا ازاي؟ قلنا له ايه رايك نوصل معاك مقاومه كبيره على التوالي؟ يعني انت دلوقتي جهدك كام؟ قال لي انا جهدي ب 10. قلت له اللي يخليك تقيس جهد قدره لو قلنا مثلا ان المقاومه هنا ب 48 مثلا، فيبقى انت بتتكلم على ايه بقى؟ على 48 مقاومة واتنين، يبقى كله كام؟ 50. طب 50 اللي هي المقاومة لما نضربها في التيار يبقى فرق الجهد هيبقى بكام؟ 50 في 5 الصفر ينزل، وخمسة في 5 ب 25. يبقى خليته يقيس جهد 250. ايه اللي انت عايز تقوله يا استاذ؟ انا عايز اقول بكل بساطة كيف تحول الجلفانو الى فولتميتر؟ عن طريق توصيل مقاومة على التوالي. عن طريق ايه؟ توصيل مقاومة على التوالي كبيرة مع الجلفانو. المقاومة الكبيرة دي بنسميها ار ام، وبنقول عليها مضاعف الجهد. مضاعف الايه؟ مضاعف الجهد. تعال معايا كده بالراحة، يلا بينا. قال لي يا استاذ الموضوع بكل بساطة ان الار ام دي ليها قانون، القانون بتاعها بيقول في ناقص في جي على اي جي. طيب يا عمي تمام، الار ام دي المقاومه الكبيره اللي بنوصلها، دي المقاومه الكبيره اللي بنوصلها مع الجلفان وعشان نحوله لايه؟ عشان نحوله لفولتميتر. فيقيس فرق جهد كبير بعد ما كان بيقيس فرق جهد قدره في جي، والتيار اسمه اي جي. كده كده التيار هنا زي ما حضرتك شايف ثابت. لو جه في الامتحان مثلا وسالني سؤال وقال لي ايهما اكبر، مقاومه الار ام مضاعف الجهد ولا الجلفانو؟ انا اسف، مقاومه الار ام ولا الفولتميتر ككل؟ لا طبعا الفولتميتر ككل، لان الفولتميتر هنا مقاومتين على ايه؟ مقاومتين على التوالي، فبيتجمعوا. استاذ زي ما تعودنا في المراجعه بتاعت الجزء الاولاني ان احنا بنركز اكتر على جزئيه الحل، يعني كل جزئيه نتكلم عنها كفكره وبعدين نحل عليها سؤال، والاسئله اللي بنحلها كلها بتيجي من النماذج الاسترشاديه ومن امتحان السنه اللي عدت دور اول ودور تاني. انا طالب منك بس ركز وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. تعال كده نشوف مع بعض سؤال على الفولتميتر، وده سؤال ورد معانا السنة اللي عدت يا حضرات. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله. السؤال ده حضرات بكل بساطة بيقول لك وصل جلفانو، وصل ايه؟ جلفانو مقاومة ملفه 50. ماشي يا عم، يبقى احنا معانا جلفانو، هنحكي المسألة حكاية. مقاومة ملفه يعني الار جي بتاعته بتساوي 50. طيب يا استاذ تمام، وصل بمضاعف جهد مقداره 450. اتوصل مع مضاعف جهد، ومضاعف الجهد ده مقداره 450 اوم زي ما حضرتك شايف، مضاعف الجهد اللي هو ار ام يعني. طيب تمام، فكانت اقصى قراءه له 1 فولت. فكانت اقصى قراءه يعني الفي الكليه اللي بيقيسها 1 فولت. 1 ايه؟ 1 فولت. طيب تمام، وعندما تم توصيل الجلفانو بمضاعف جهد قدره ار ام 2، لما جينا مسكنا الجلفانو ده هو وصلنا معاه مقاومه
اسمها RM2، ما نعرفش هي بكام، الله أعلم بها. إيه اللي حصل؟ كانت أقصى قراءة للفولتميتر، يعني الفولتميتر في الحالة دي أرى كام بقى؟ أرى 18 فولت. أكيد طبعًا أنت عارف إنه بيقول لك احسب الـ RM التانية دي. طب بسيطة، أنا علشان أطلع للقانون وأفكر معاك بصوت عالي، هو الـ V الكلية معانا بـ 18، والـ VG هنجيبها IG في RG لأنها مش معانا. طب يا أستاذ هتجيبها إزاي هنا IG في RG؟ ما أنت معاك الـ RG أهي، بس مش معايا الـ IG. خلاص أطلع للحسبة اللي فوق أجيب منها الـ IG، يبقى اللي فوق دي مسألة جاهزة معاها ار امها ومعاها القراءة الكلية للفولتميتر وكل حاجة. اجيب من المسألة اللي فوق الاي جي وانزل عند اللي تحت ناقص عندي الار ام، اعوض بالاي جي، اي جي في ار جي اجيب الفي جي كلها، وبعد ما اجيب الفي جي كلها ان شاء الله اخش بقى اجيب الار ام. يلا بينا نشوف المسألة. يلا بينا. السؤال بكل بساطة يا حضرات ان حضرتك عندك الـ RM في المشهد الأولاني بتساوي V ناقص VG. طب الـ VG يا أستاذ مش معايا، هفك الـ VG IG في RG، IG في RG، طب يا عم تمام، وبعدين على IG أعوض بقى بالراحة. الـ RM هنا بـ 450، الـ V الكلية هنا كانت بـ 1 فولت ناقص، الـ IG بكام؟ تعالى معايا كده بالراحة، بسم الله. الاي جي مش معايا، ما انا عايزها. طب والار جي بكام؟ الار جي ب50، ماشي يا عمنا. طيب والاي جي بكام يا استاذ؟ ما انا برضو مش عارفها. يا حضرات دي تتعمل على الاله بطريقه اسمها طريقه اكس على الاله. ادي الاله عند حضرتك في الشنطه هنا. كتير من الطلبه بيتعب في الحسابات، لكن احنا زي ما قلنا المره اللي عدت وبناكد على حضراتكم تاني ان حضرتك تقدر تعملها بطريقة اكس، انك بتقوم كاتب 450 عادي جدا على الآلة 450، وبعدين تقوم دايس يساوي تدوسها الفا سولف عند حضرتك، وبعدين تقوم عامل كسر، وبعدين تعمل واحد ناقص، والاي جي تعملها الفا اكس وفي 50 زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين تنزل تحت، وبعدين الاي جي برضو شيء مجهول تكتبه الفا اكس، وخلاص على كده. تيجي تطلع الناتج تدوس شيفت سولف يساوي مرتين يطلع معك الناتج، شيفت سولف يساوي مرتين يقوم الناتج يطلع مع حضرتك. طيب الناتج طلع معانا بكام يا استاذ بتاع الاي جي؟ تعال نشوف مع بعض. الاي جي طلعت مع حضرتك باتنين في عشرة اس سالب تلاتة. طيب تمام، وبعد ما جبنا الاي جي باتنين في عشرة اس سالب تلاتة، تعالى كده بكل بساطة نروح على مين بقى؟ نروح على المسألة التانية. احنا عايزين الـ RM صح؟ بتساوي V ناقص VG على مين؟ على IG جدع. طب الـ VG هنفكها IG في ايه؟ في RG الله ينور. طب الـ V الكلية بـ 18 يا حبيبي. طيب ناقص الـ IG لسه جايبينها 2 في 10 أس سالب 3. الـ RG ما هي معروفة الـ RG بـ 50 عند حضرتك. على الـ IG قال لي الـ IG يا أستاذ ما احنا لسه جايبينها 2 في 10 أس سالب 3. طب يا عم تمام، تحسب حسبتك تطلع معاك 8 9 5 0 أوم، يبقى كده مسألة حضرتك خلصت. اعتقد جزء الفولتميتر سهل وجميل، لكن مشكلتك اللي جايه هي الاوميتر. الاوميتر يا حضرات بكل بساطه هو جزء سهل مش صعب، بس بيحتاج تركيز عالي جدا لانه تحس انه ملعبك حبتين. انا لو قلت لك ان حضرتك صاحب مصنع سكر، هل انت مش هتحط سكر في الشاي؟ لا هتحط. طب لو قلت لك ان انت اوميتر وظيفتك تقيس المقاومه، هل انت مالكش مقاومه كجهاز؟ لا طبعا. كل اللي انا عايزه من حضرتك انك تفهم ان التيار والمقاومة العلاقة بينهم علاقة عكسية. طيب تمام، واني لو قلت لك التيار قل للنص يبقى المقاومة زادت للضعف، المقاومة بقت الضعف، هتشيل منهم واحد بتاع الجهاز يبقى هيتبقى لك مثلا واحد اللي هو جه من بره، اللي هو جه من بره. طيب يا عم تمام، تعال كده نشوف تركيب الاوميتر. الاوميتر ده جهاز غلبان جدا، الاوميتر جهاز غلبان جدا. ادي الاوميتر يا عم عباره عن مايكرو اميتر، وده النموذج اللي جه عند حضرتك في كتاب الوزاره. مايكرو اميتر تياره الاي جي بتاعته ب 250 او اخره في التيار 400 مايكرو امبير. 400 ايه؟ نطلع فوق شويه احسن. يبقى المايكرو
أميتر أقصى تيار ليه قلنا 400 مايكرو أمبير ومقاومته ب 250 أوم. وصلنا معاه مقاومة كبيرة حبتين ب 3000 أوم. طيب يا عم تمام. وبعدين قال لي وصلنا مقاومة متغيرة، والمقاومة المتغيرة دي 6.5 أوم. طيب تمام. وجينا في الحتة دي سيبنا مكان فاضي عشان ده المكان اللي بنحط فيه المقاومة الخارجية. لو انت مركز قوي هتفهمني. احنا في البداية طبعا جينا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط هنا مقاومة خارجية. فعشان نحط هنا المقاومة، المقاومة تقلل التيار، التيار يقل. لما التيار يقل المقاومة تزيد. من خلال زيادة المقاومة بتنبأ بالمقاومة الخارجية اللي انا حطيتها. فكان لازم مننا في الاول نلزق الطرفين دول في بعض. لما نلزق الطرفين دول في بعض يبقى كده احنا عندنا الدائرة قافلة على نفسها، الجهاز قافل على نفسه، التيار بتاعه بيساوي في على مين؟ على ار. التيار بتاعه عايزين نظبطه عند 400 بالظبط، 400 مايكرو امبير يعني 400 في 10 وسالب 6. فرق الجهد بتاع البطارية بتاعنا هنا بواحد ونص فولت، فالفي هنا بواحد ونص على الار. الار بكام؟ تعال نشوف 250 ودي 3000 اجمعهم مع بعض 3250. طب دي مقاومة متغيرة، ما باخدهاش كلها، باخد منها المقدار اللي يخلي التيار يبقى عند 400 بالظبط. طيب تمام. نحسبها ازاي؟ نقول دول كده 3250 صح، زائد المقاومة الار في اللي انا هاخدها من المقاومة المتغيرة معرفش هي كام. حسبناها طلعت الار في بكام؟ ب 500 اوم. يبقى ده الاوميتر وهو قافل على نفسه. طيب نرجع لحضرتك بعد شوية وهنقول لك ازاي نقيس بقى بيه. رجعنا لحضرتك تاني. كده انت جهازك في 3250 ودي طلعت ب 500، يبقى جهازك توتال كام بقى؟ 3750 مقاومته، يبقى مقاومته الكلية ب 3750. طب انا اسألك سؤال صغير ورد عليا، والله الموضوع سهل جدا لو انت مركز. هنا يا عم المقاومة بصفر، وهنا التيار اخره هنا 400، فهنا التيار كان ب 400. 400 مايكرو امبير تمام، فاهمك انا ماشي مفيش مشكلة. يعني ايه المقاومة هنا بصفر؟ يعني المقاومة الخارجية بصفر، لسه الجهاز ما قاسش. ده التدريج بتاعنا، لسه الجهاز ما تحطش فيه مقاومة خارجية هنا. كده احنا ملمسين الطرفين دول مع بعض. طب لما نشيل الطرفين دول ونحط بينهم مقاومة، نشيل الطرفين دول ونحط بينهم ايه؟ مقاومة. حطينا مقاومة معينة ما نعرفش هي كام. هوب التيار بقى ب 200. ايه اللي انت فهمته يا شاطر؟ جدع. فهمت ان التيار كان 400 بقى 200، فاقول 200 على 400 يديني نص. يبقى اللي انت فهمته ان التيار قلل النص. طب التيار لما يقل النص يا شاطر يبقى المقاومة هتزيد للضعف. طب المقاومة لما تزيد للضعف يا شاطر كانت 3750، هتزيد للضعف هتبقى كام؟ 7500. 7500 منهم 3750 بتوع الجهاز من الاول، يبقى بتاع المقاومة الخارجية بكام؟ ب 3750. في مشكلة في الكلام ده؟ لا يا استاذ مفيش مشاكل. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئية دي والحمد لله. طيب يا عم ماشي، الموضوع بكل بساطة دي المقاومة زادت للضعف، وقلنا فالتيار قلل ايه؟ التيار قلل النص، يعني بقت دي 3750 عشان الموضوع بقى ايه؟ بقى للضعف. طيب تمام ماشي يا عم. طيب تعال نشوف مع بعض الأسئلة اللي جت على الأوميتر من عند حضرتك في امتحان السنة اللي عدت، ويلا بينا بسم الله. السنة اللي عدت يا حضرات الموضوع بكل بساطة جه قال له أوميتر تياره اي جي، يبقى أوميتر تياره اي جي. طب يا عم تمام. وبعدين قال لك وصلنا معاه مقاومة خارجية مقدارها كام بقى؟ مقدارها 12 كيلو أوم. طالب هيقول لي حول، مش هحول عشان دي نسب، هقول لك دلوقتي. فالتيار بقى خمس، قلل الخمس. طيب تمام. طب ايه رايك بقى لما نوصل مقاومه خارجيه بدل ال 12 نوصل مقاومه خارجيه بواحد ونص، بواحد وايه؟ بواحد ونص. فان التيار يصبح، التيار هيصبح كام؟ يا رب ربنا يكرمك وتكون مركز قوي معايا. تعال معايا كده بالراحه. الموضوع بكل بساطه ان سيادتك هنا معاك مقاومه خارجيه ب 12 خلي التيار قلل لخمس،
ايه اللي انت فهمته؟ شغل دماغك بقى معايا على طول. ان المقاومه الكليه بقت 5 امثال، عشان ده بقى خمسي ودي 5 امثال. طب لو عايزين 5 ار، يعني لو عايزين المقاومه الخارجيه بس هنقول 5 ار، نطرح منهم ار بتاعه الجهاز، نجيب المقاومه الخارجيه لما نطرح مقاومه الجهاز. طب يعني المقاومه الخارجيه اللي ار اكس بتمثل 4 ار. طب ما المقاومه الخارجيه قال لك ب 12، يبقى لما ال 12 تمثل 4 ار، يبقى الار الواحده بكام؟ اقسم 12 على 4 فيها 3. 12 على 4 فيها ايه؟ فيها 3. طيب يا عم يبقى انت كده عرفت ان مقاومتك بكام؟ ب 3. طيب بقول لك ايه؟ ال 3 دي كانها ار واحده. ركز بقى قوي معايا. طب لما ال 3 دي نحط معاها 1.5، لما ال 3 تمثل ار، يبقى ال 1.5 يمثل نص ار. طب معايا ار ونص وهحط عليها نص ار، يبقى المقاومه الكليه هتبقى 1.5. 1.5 اللي هو 3 على 2، يعني المقاومه بقت 3 على 2، يبقى التيار اللي هو بيسالني عنه هيبقى 2 على 3. يبقى التيار اللي بيسالني عنه هيبقى كام؟ 2 على ايه يا حضرات؟ 2 على 3. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه دي والحمد لله. تعالى ناخد سؤال تاني مع بعض جاي لحضرتك على التدريج زي ما انت شايف كده اهو. كده كده الاميتر بتاعنا ده ليه كام تدريج؟ ليه تدريجين. اول حاجه اهو دي اسمها اي جي وصفر، يعني التيار لما كان قيمه عظمى كان المقاومه بصفر، المقاومه الخارجيه، لكن الجهاز ليه مقاومه، لا ما تنساش يعني. طيب ايه رايك ان احنا حطينا مقاومه خارجيه اسمها ار، فيقوم التيار يقل للتلت اي جي. طب ايه اللي انت فهمته؟ جدع ان التيار قل لايه؟ شاطر، للتلت. طب التيار لما يقل للتلت يبقى المقاومه تزيد 3 امثال. طب المقاومه تزيد 3 امثال، يعني المقاومه هتبقى 3 ار مثلا، واخد بال سيادتك معايا، او هتبقى 3 امثال. طب لو عايزين المقاومه الخارجيه ناخد التلاته نطرح منهم واحد بتاع الجهاز يديني 2، يعني الار تمثل 2. الار تمثل 2، يبقى النصيب الواحد بنص. انت فاهم قصدي ايه؟ لما الار الواحده تمثل مثلين، يبقى المثل الواحد اللي هو مقاومه الجهاز يمثل نص ار. يمثل ايه؟ يمثل نص ار. ار تمثل 2، يبقى الواحد منهم، او يبقى كده الار تمثل نص الموضوع. انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى كده المثل الواحد بنص، والار تمثل مثلين، كل نص ار بواحد. فهمت؟ يبقى مقاومة الجهاز بنص، يبقى مقاومة الجهاز بكام؟ بنص. طيب يا عم تمام، نمسح صبورتنا ونشوف مع بعض صبورة جديدة بخصوص الفصل الثالث. رجعنا لحضراتكم تاني وكده اتكلمنا على الأميتر وحلينا عليه مسألتين. تعالى مع بعض بقى نخش على الفصل الثالث. الفصل الثالث فصل أفكاره كتيرة ومسائله كتيرة أوي في الامتحان، وربنا هيكرمك فيه لو أنت فهمته. فتعالى كده نشوف الفصل الثالث مع بعض. نبدأ بأول جزئية. أول جزئية اللي هي بتاعت العالم فارادي. العالم فارادي قعد يروح يجيب مغناطيس، وجنب المغناطيس في ملف، ويبدأ يقرب المغناطيس من الملف ويبعد، هنا اس مثلا وهنا ان. لما يجي يقرب المغناطيس المجال بيتغير بالنسبة للملف، المجال بيزيد يعني، فالملف يقطع المجال اللي بيزيد فيتولد جوه منه قوة دافعة كهربية مستحسة. طب لما يجي يبعد المغناطيس عن الملف المجال بالنسبة للملف يقل، يعني يتغير بالنقصان، فيقوم الملف يقطع خطوط الفيض فيتولد جوه منه قوة دافعة كهربية مستحسة. المهم ان الملف كريم، والكريم لما تجيله يفرح بمجيتك، فلما تقرب المغناطيس يقرب من الملف بالقطب ان، يقوم يديله هنا ان ويديله هنا اس. طب ازاي نحدد اتجاه التيار؟ نحدد اتجاه التيار بالاغنيه اللي بتقول، اللي هي قاعده امبير لليد اليمنى، يعني الاغنيه اللي بتقول والمجال من اس ل ان والتيار اهو اهو، المجال من اس ل ان والتيار اهو اهو، يبقى التيار يبقى رايح كده لفوق اهو. طيب يا عم تمام، امال لو كان الملف بتاعي كده اهو والمغناطيس بتاعي اهو، وهنا ان وهنا اس والمغناطيس بيبعد، الملف كريم يزعل قوي ان المغناطيس بيبعد،
فيكشر في وشه فيديله قطب مخالف، يديله هنا اس ويبقى هنا ان. طب نعملها ازاي؟ والمجال من اس لان والتيار اهو اهو، يبقى التيار هنا نازل لتحت. طيب يا استاذ تمام. طبعا كده لما يقرب يدي اقطاب متشابهه يبقى يحدث تنافر. طب ولما يبعد يدي اقطاب مختلفه يبقى يحدث تجاذب. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه دي والحمد لله. تعال معايا كده بكل بساطه نسمي الله ونشوف الجزئيه اللي جايه. ايه بقى الجزئيه اللي جايه؟ قال لي انا لازم لو تخيلت مثلا ان ده الملف وده مغناطيس، عشان يتولد قوة دفعة في الملف والملف يقطع خطوط الفيض لازم المغناطيس يقرب او يبعد، عشان ساعتها المجال يا اما بيزيد يا اما بيقل، او المغناطيس يثبت والملف هو اللي يقرب او يبعد. يبقى لازم يكون هناك حركة نسبية لأي منهما بالنسبة للآخر حتى يتغير المجال، واذا تغير المجال يتم تقطيع خطوط الفيض المتغيره وبالتالي يتولد قوه دافعه كهربيه مستحسه. السنه اللي عدت جت الجزئيه دي زي ما بشرحها لحضرتك كده بالظبط. طيب يبقى تاني مع بعض اهو. طب لو الاثنين السنه اللي عدت جه السؤال كده، لو الاثنين المغناطيس والملف يعني اتحركوا هما الاثنين بنفس السرعه، لو بنفس السرعه يبقى ولا بيقرب ولا بيبعد، يبقى ما فيش تغيير في المجال، يبقى ما فيش توليد للقوه الدافعه الكهربيه المستحسه. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه بتاعت فاراداي. عذرا هنأجل القانون بتاع فاراداي، هندخله مع قانون الدينامو، وهنبدا دلوقتي بالتيار المتولد في سلك. التيار المتولد فين؟ في سلك. جزئيه سهله ولذيذه جدا وجميله، تعال نشوفها مع بعض. الموضوع بكل بساطه ان بيكون عندك مجال، والمجال ده زي ما سيادتك شايف كده اهو، وهنا في سلك. وخليني اقول لك مثلا ان انا بزق السلك ده بهذا الشكل. طب هو انا لما ازق السلك ده يعمل ايه؟ شاطر، يقطع خطوط الفيض، يتولد جوه منه قوه دافعه كهربيه مستحسه. عملت لك فخ هنا، هل هيمشي فيه تيار؟ لا. ليه؟ لان السلك هنا منه للهواء وهنا منه للهواء، مفيش دايره مقفوله. عشان كده هما بيقفلوا الدايره المقفوله ازاي؟ بيجيبوا ساق على شكل حرف يو ويلمسوها للسلك، بحيث ان السلك لما يتحرك ويقطع خطوط الفيض ويتولد جوه منه قوة دافعة كهربية مستحسة، فيمشي جوه منه تيار. لما يمشي جوه منه تيار، التيار يلاقي دايرة كاملة يمشي فيها، دايرة مقفولة، فبيعملوا سلك على شكل حرف يو. دي وردت في أزهر، قال له متى يكون هناك فرق جهد بين طرفي السلك ولا يمر به تيار؟ لو حرك السلك بين مجال وقطع خطوط الفيض وتولدت به قوة دافعة كهربية، لكن لو دايرته مش مقفولة يبقى مش هيمر فيه تيار كهربي. طيب يا عم تمام، تعالى كده نحدد اتجاه التيار المتولد في السلك ده. الحصة اللي عدت او المحاضرة اللي عدت في الجزء الاولاني قلنا مع بعض القوة شيء ضار تستخدم في الدمار، كنا بنستخدم فليمنج لليد اليسرى. النهاردة هنستخدم للتيار المتولد في سلك. طب التيار حاجة كويسة ونافعة، يبقى نستخدم فليمنج لليد اليمنى. فليمنج لمين؟ لليد اليمنى، اللي اختصرناها في كلمة حامات، حركة مجال تيار. تعالى كده مع بعض ايدك اليمين وتعالى حدد اتجاه التيار معايا، يلا بينا. بص يا باشا، حركة مجال تيار. الحركة كده عشان انت زي ما انت شايف الراجل ده بيزق كده، وادي الحركة. المجال للداخل، التيار لتحت، يبقى حركة وادي حركة، وادي المجال للداخل، التيار لتحت، يبقى التيار هنا يا استاذ نازل لتحت اهو زي ما حضراتكم شايفين. طيب يا عم تمام، القانون المستخدم هنا او الاي ام اف المتولدة في السلك بتتعين من العلاقة اسمها بلف. بلف ايه بقى يا محترم؟ بلف ساين سيتا. طيب يا عم تمام، بص يا شباب انا هبدأ بمسألة سهلة دلوقتي. ايه بقى المسألة دي؟ المسألة دي ان الاي ام اف المتولدة في السلك بتساوي بلف، لكن القوة اللي بتأثر على السلك بتساوي بل. الاتنين قريبين من بعض. دي للسلك اسمها قوة دفعة بلف، ودي قوة بتأثر على السلك اسمها بل. دايما يا شباب فكرة اتفقست واتهرست في 1000 امتحان. يجي يديلك حاجة ناقصة، يعني ايه؟ يعني ما يديلكش البي، فتجيب البي انت من هنا وتعوض بيها هنا تجيب القوة. أو ما يديلكش مثلا الاي، فانت تفك دي اي في ار وتجيب الاي من هنا وتنزل تعوض بيها هنا. المهم انك بتجيب حاجه من اللي فوق
وتنزل تعوض بيها في اللي تحت. يلا بينا، مركز قوي، ورقة وقلم معايا، ركز على قد ما تقدر. ربنا يعينكم يا رب ويوفقكم وييسر امركم. يلا بينا نشوف السؤال بتاعنا ده مع بعض. يلا بينا، بسم الله. السؤال بتاعنا ده حضرات جايب لك سلك بهذا الشكل، والسلك ده موجود في قلب مجال زي ما سيادتك شايف يعني كده، والسلك ده بيقول لك بيتحرك بسرعه، والسرعه بتساوي 2 متر على الثانيه، وبيقول لك السلك ده بيمشي فيه تيار. السلك ده بيمشي فيه تيار. طب تعال نحدد اتجاه التيار. يلا من باب المعرفه، المجال للداخل والحركه هيبقى التيار لاعلى، ايدي اليمين يبقى التيار لاعلى اهو يا استاذ. طيب يا عم تمام، خلصنا. وبعدين يا استاذ قال لي بكل بساطه، يعني هو قال لي ان السلك ده ليه مقاومه، مقاومه السلك ده بسبعه او باربعه من عشره اوم. طيب تمام، وطول السلك ده ال بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 2 متر. طيب يا عمي تمام، وانت عايز ايه بقى؟ قال لك وكثافة الفيض المغناطيسي اللي قدام حضرتك دي اللي مرسومة عبارة عن اكسات بسبعة من عشرة تسلا. طب وبرضو يا استاذ وبعدين؟ قال لي عايز القوة المغناطيسية. عايز الايه؟ عايز القوة المغناطيسية. زي ما تعاهدنا مع بعض، القوة بتساوي بل. لو انت شاطر هتلاقي ان معاك مين؟ معاك التيار. اه يا استاذ المفروض ان هو هنا مديني التيار، مديني التيار مقداره كام بقى؟ بسبعة من عشرة امبير. دي ما قلناش عليها، يبقى التيار مدهوني بسبعة من عشرة امبير. طيب يعني انا معايا الاي ومعايا الطول، طب معاك البي عشان تجيب القوة؟ لا مش معايا البي، خلاص هشتغل بالقانون بتاعي واجيب البي، اشتغل بالقانون اللي فوق ده، يبقى اشتغل اي في ار مكان الاي ام اف، يعني بتساوي ايه جدع؟ بتساوي بلف، بلف ساين الزاوية. هو قال لك عمودي، عمودي يعني ساين 90 بكام؟ بواحد ملهاش لازمة. طب يلا يا باشا، الاي بكام يا حبيبي؟ بسبعة من عشرة. طيب تمام، والار بكام يا حبيبي؟ باربعة من عشرة. طيب البي انت عايزها في ال باتنين، في السرعة باتنين، تطلع البي تقريبا بسبعة من مية. تعال نشوف مع بعض، البي طلعت بسبعة من مية فعلا، بسبعة من 100 تسلا. طب جبت البي، يلا نجيب القوه مع بعض. الاف بتساوي، الاف بتساوي بل، يلا يا محترم، البي بسبعة من 100 في الاي، الاي مع حضرتك بكام هنا في المساله؟ بسبعة من 10 في ال، ال بكام يا محترمين؟ ال باتنين. طب يا استاذ تمام، خلصنا من الجزئيه دي والحمد لله. انت عايز ايه بقى بعد كده؟ انا عايز اكلمك بقى على المهم، المهم اللي هو الاتجاهات. لما بيلعب عليها ما عرفش الطلبة ليه ما بتجاوبش، يعني السنة اللي عدت في النماذج الاسترشادية اللي نزلت في النموذج الاول قال له ايه؟ قال له انت معاك هنا بطارية، ومعاك هنا مصباح، ومعاك هنا ساق، ومعاك هنا مجال، وليكن يا عم خليني اجود فيها، وليكن المجال ده للخارج، المجال ده للايه؟ نقطة. نكمل مسألتنا مع بعض. ده نقط. طب والسلك ده بيتحرك ازاي؟ قال لي السلك ده بيتحرك كده اهو. وهو بيقول لي ايه؟ عند تحريك الساق المعدنية اللي قدامك دي، ماذا يحدث لإضاءة المصباح؟ إيه اللي يحصل لإضاءة المصباح؟ تعال نشوف مع بعض. والله أنا لما السلك يتحرك هيولد قوة دفعة كهربية مستحسة، بس أنا معايا قوة دفعة كهربية مستحسة من الأول بتاعة البطارية. لو طلعت القوة الدفعة المتولدة في السلك في نفس اتجاه القوة الدفعة بتاعة البطارية يبقى كده الإضاءة تزيد. طب لو في عكسها يبقى الاثنين بيضعفوا بعض، يبقى الإضاءة تقل. تعال نشوف، نحدد بإيدينا اليمين المجال للخارج. ركز قوي معايا، المجال للخارج أنا عامل كده أهو، ده المجال للخارج أهو، اختصرنا في كلمة حما حركة مجال تيار. المجال للخارج والحركة أهي، يبقى التيار لأعلى. أقول تاني، المجال للخارج الحركة أهي، يبقى التيار لأعلى. التيار لأعلى، التيار التيار ماشي عكس تيار البطارية، يبقى الاثنين هيضعفوا بعض، يبقى الإضاءة تقل، يبقى الإضاءة إيه؟ تقل. كانت في النظام القديم بتيجي ازاي بقى؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. كان عندنا في النظام القديم
في سؤال بيجي بس احنا لازم نشرح له جزئية كده سريعة. لو انا دلوقتي عندي ملفين جنب بعض اقدر اغير في تيار واحد ويتغير مجاله لما اغير تياره والملف اللي جنبه يقطع المجال بتاعه. الظاهرة اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي سموها الحس المتبادل. الحس الايه؟ الحس المتبادل. ان يكون عندك ملف بهذا الشكل، انا هرسم رسم كروكي، والملف ده جوه منه ملف وعنده هنا بطارية وعنده مفتاح وعنده مقاومة متغيرة وحاجات كتير كده، وبعدين هنا في ملف بقى ما عندوش اي حاجة يعني غلبان وعنده جلفانو. طيب وبعدين انت بتقعد تقفل المفتاح فالتيار يزيد، المجال يزيد، ده يقطع المجال يتولد قوة دفعة جوه ده، تفتح المفتاح التيار يقل، المجال يقل، ده يقطع المجال اللي بيقل يتولد قوة دفعة، وبعدين تقلل الريوستات مقاومة تقل، تيار يزيد، مجال يزيد، ده يقطع المجال اللي بيزيد يتولد جوه منه قوة دفعة كهربية مستحسة، وتزود الريوستات مقاومة تزيد، تيار يقل، مجال يقل، المجال لما يقل ده يقطع المجال اللي بيقل يتولد جوه منه قوة دفعة كهربية مستحسة. نقرب الملف ده، لما نقرب الملف ده يقوم ده يحس ان المجال بالنسبة له بيزيد لان ده بيمر في تيار وليه مجال، فلما تقربه يبقى ده يقطع المجال اللي بيزيد، لما تبعده المجال يقل فده يقطع المجال اللي بيقل. سمينا المشهد ده كده بكل بساطة الحس المتبادل. لكن مستر احمد سليمان قسم الحس المتبادل ده لكام حاجة؟ لحاجتين. الحس المتبادل ده قسمناه ثلاثة حلوين وثلاثة وحشين. ركز قوي فيها الحتة دي. ثلاثة حلوين اللي هما ينتج عنهم زيادة تيار وزيادة مجال، زيادة التيار وزيادة المجال. طب ودول نقص تيار ونقص مجال، نقول عليهم وحشين. التلاتة الحلوين اللي هما غلق المفتاح حلو عشان كان بيزود التيار، تقليل المقاومة المتغيرة حلو عشان كان بيزود التيار، تقريب الملفين حلو عشان كان بيزود المجال، صح؟ يبقى الحلوين اللي هما غلق المفتاح وتقليل الريوستات وتقريب الملفين عشان ينتج عنهم زيادة تيار وزيادة مجال. امال التلاتة الوحشين؟ التلاتة الوحشين اللي هما عكسهم. اللي هما ايه بقى التلاتة الوحشين؟ التلاتة الوحشين اللي هما ينتج عنهم نقص تيار ونقص مجال. نقص تيار هيجي امتى؟ لما تفتح المفتاح، لما تزود المقاومة المتغيرة، ونقص المجال لما يبعد الملفين عن بعض. تلاتة ايه؟ فغنينا وقلنا ايه بقى؟ الحلو يولد عكسي والوحش يولد طردي. يقوم طالب يقول لي استاذ انا مش فاهم حاجة، الحلو يولد عكسي، طب والوحش يولد؟ الوحش يولد طردي. تعالى كده نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو معاك دايرة يا اخي، يا اخي لو معاك دايرة بهذا الشكل وجنبها سلك بيمر فيه تيار، هل يتولد بهذه اللفة قوة دافعة كهربية مستحسة؟ لا. ليه بقى؟ لان السلك بيمر فيه تيار وليه مجال، بس مجال السلك هنا ثابت بالنسبة لللفة، واللفة عايزة مجال متغير، فنضطر بقى عشان اللفة يتولد فيها قوة دفع نقرب اللفة. طب اللفة لما تقرب حاجة حلوة ولا وحشة؟ لا حاجة حلوة، لان تقريب اللفة من السلك يعني زيادة المجال، ولما المجال يزيد يبقى حاجة حلوة، والحلو يولد عكسي، يبقى التيار هنا لو طالع يبقى هيتولد في اللفة تيار لايه؟ نازل، عكسه، عكسي. طب ليه عكسي؟ علشان بيقرب والتقريب حلو والحلو يولد عكسي. طب امال لو عندك لفة بهذا الشكل وهنا في سلك تياره بيقل، السلك لما تياره يقل مجاله يقل، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة وحشة. الوحش يولد طردي، يبقى التيار هنا لفوق يبقى هيبقى هنا برضو الايه؟ لفوق. طيب يا عم تمام. السنة اللي عدت بقى عمل حركة بنت جنية في النماذج الاسترشادية، جاب سؤال بهذا الشكل وقال لك التيار ده ماشي كده وفي لفة جنب منه وعمل نقاط، نقطة سماها دي ونقطة قاعد يسميها سي ونقطة سماها ايه ونقطة سماها بي وقصة كده يعني. وبعدين قال لك إذا علمت أن هذه الحلقة يتولد بها قوة دافعة كهربية مستحسة في عكس عقارب الساعة. طب عكس عقارب الساعة أنت شايف الاتنين عكسي ولا مش عكسي؟ مين اللي بيولد عكسي؟ الحلو، الحلو يولد عكسي.
الحلو يبقى اللفه هتقترب من السلك ناحيه دي ولا ناحيه ايه ولا بي ولا سي؟ لا طبعا تقرب يا استاذ من السلك. مش انت يا استاذ بتقول ان التيار هنا عكسي وعكسي بيجي مع الحلو، والحلو اللي هو التقريب، عشان التقريب حلو عشان يؤدي الى زياده المجال، حلو عشان يؤدي الى ايه؟ زياده المجال. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه دي، رجعنا لحضراتكم تاني. يلا بينا تعالى بقى نشوف. خليك فاكر الحلو اللي هو زياده تيار وزياده مجال، الحلو يولد عكسي والوحش يولد طردي اللي هو نقص تيار ونقص مجال. يلا نشوف السؤال ده. السؤال ده سؤال مشهور قوي، يجي بهذا الشكل، يجي يقول لحضرتك ايه؟ انت هنا عندك ملف وهنا في مفتاح وهنا في بطاريه، وهنا برضو عندك ملف وهنا في بطاريه برضو بس هنا في مصباح. يوم يقول لك عند فتح المفتاح ماذا يحدث لإضاءة المصباح؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده تياره ماشي كده لفوق، ده تياره ماشي برضو لفوق. طيب لما افتح المفتاح، هو بيقول لك عند فتح المفتاح. طب انا لما افتح المفتاح حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا وحشه، والوحش ولا الطردي. يعني ايه طردي؟ يعني التيار هنا لفوق يتولد جوه ده قوه دافعه كهربيه مستحسه لفوق برضو، طرديه طرديه يعني في نفس الاتجاه. يبقى كده الاثنين مع بعض بتاعه البطاريه والقوه الدافعه المتولده الاثنين اتجاههم واحد، يبقى اضاءه المصباح تزيد، يبقى اضاءه المصباح تزيد. طب يا عم تمام، خلصنا من الجزئية دي، تعالى بقى نخش على الجزء اللي جاي. وهنا الحس المتبادل ده قانونه سهل سهل ان شاء الله وجميل. لو عملنا مفرمة، واقصد بمفرمة يعني مجمل قوانين يخلوك تحل اي سؤال. لو عملنا المفرمة بتاعتنا للحس الذاتي والمتبادل، هنا حس ذاتي وهنا حس متبادل، بس على فكرة اوعدك وعد ان مفيش سؤال هيطلع بره دول، بره القوانين اللي هنقولها دي في الحس الذاتي والمتبادل عموما. انت عندك ام اف بتاعت الحس الذاتي بتساوي ايه؟ بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. طيب تمام، وبتاعت الحس المتبادل الام اف هتساوي سالب ام دلتا اي على دلتا تي. طب يلا يلا بينا فك الام اف اي في ار، قديمة واتهرست، بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. نفس الكلام هنا، فك دي اي في ار، قديمة واتهرست، سالب ام دلتا اي على دلتا تي. ركز قوي معايا، فك الاي كيو على تي والار تنزل، وسالب ال تنزل دلتا اي على ايه؟ على دلتا تي. وخلي بالك سيادتك هتطير التي مع التي، نفس المشهد هنا، جدع شاطر، هتفك دي كيو على ايه؟ تي، وار تنزل، وسالب ام دلتا اي على دلتا تي تنزل زي ما هي، والتي تروح مع مين؟ تروح مع التي. خليك فاكر الكلام ده، او تساوي القانونين ببعض، تساوي القانون بتاع فاراداي مع القانون بتاع الحس الذاتي، فتساوي ان دلتا فاي مع دلتا تي على دلتا تي، بتساويها بال دلتا اي على دلتا تي. وطبعا شاطر، هتطير دي مع دي. او تساوي هنا قانون فاراداي اللي هو ان دلتا فاي على دلتا تي تساويها بام دلتا اي على مين؟ على دلتا تي. طيب يا عم تمام، والطير طبعا التي مع التي. طالب يقول لي اللمسه الاخيره اللي انت عملتها يا استاذ، الاخيره دي لما سويت فاراداي، لما سويت ايه؟ فاراداي مع الحس الذاتي، ودي لما سويت فاراداي مع الحس المتبادل. دي ليه؟ هنا عشان نجيب الحس الذاتي وهنا عشان نجيب الحس المتبادل، غالبا بنجيبهم من القانونين دول. طب يا استاذ تمام، نفسي اسال حضرتك سؤال، لو ما عنديش المعطيات دي اجيب ال ازاي؟ اللي تتجاب من القانون بتاعها اللي بندلعه وبنقول عليه منال بقصه، منال بايه؟ يبقى ال اللي معامل الحس بتيجي من منال بقصه.
طيب يا عم تمام، طب والام هتيجي من فين بقى؟ من قانون اسمه من انال. من انال هنا في 2 ان عشان في 2 ملف. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه دي. يبقى ركز بقى ان دي معامل حس ودي طول محور الملف. طيب تعالى نشوف الجزء اللي بعد كده. الجزء اللي بعد كده هي حساب القوة الدافعة الكهربية المستحسة. القوة الدافعة الكهربية المستحسة اما هيجي يقول لك احسب متوسط القوة الدافعة، عايزين متوسطها، او يجي يقول لك اي ام اف اللحظية. الجزء اللي جاي مهم جدا، هسموه لك المفرمة مرة تاني. ايه المفرمة اهو؟ يلا بينا. ايه المفرمة؟ المفرمة دي يعني هتخش منها وهتطلع بشوية افكار. مفيش مسألة هتطلع بره الأفكار اللي هنقولها دي. يلا بينا. لو أنت عايز متوسط الـ EMF، لو أنت عايز إيه؟ متوسط الـ EMF، ولو أنت عايز EMF اللحظية، لو أنت عايز متوسط الـ EMF فافتكر إنه بيجي من فارادي. لو انت عايز اي ام اف اللحظيه اللي بتتولد في الدينامو افتكر انها بتيجي من عمك نبوي. طيب وبعدين لو انت عايز متوسط القوه الدافعه تجيبها من عمك فارادي اللي هو الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا ايه فاي على دلتا تي. طيب ما انت عارف ان الفاي دي بنفكها بايه؟ في ايه؟ في ساين الزاويه. وعارف ان في حالات خاصة، حالة ربع دورة بتتقابل اي ام اف بتساوي ها ابن 4 اف، وحالة نص دورة الاي ام اف فيها بنجيبها ازاي؟ ابن 4 اف برضه، وحالة ثلاث ارباع دورة الاي ام اف فيها بنجيبها من ابن 4 على الثلاثة اف. طب حالة دورة كاملة الـ EMF فيها بتتجاب من صفر، بتبقى صفر يعني. طب انت عايز تقول ايه يا استاذ؟ عايز اقول عللتين مهمتين ليه القوة الدافعة خلال ربع دورة بتساوي القوة الدافعة خلال نصف دورة. ركز بقى، لان خلال ربع دورة او نقول خلال نصف دورة يتضاعف الفيض، لان حالة النص ضعف الربع، فخلال نص دورة بيتضاعف الفيض ويتضاعف الزمن فيلاشي كل منهما الاخر، فعشان كده دي ابن 4 اف ودي ابن 4 اف. طب ليه خلال دوره كامله بصفر؟ لان انت عارف التيار متغير بهذا الشكل. فالقوه الدافعه المتولده في النصف الاول تساوي القوه الدافعه المتولده في النصف الثاني، ولكن في عكس الاتجاه، فتصبح المحصله بكام؟ فتصبح المحصله بصفر. تمام؟ تعال نشوف ايه ام اف اللحظيه اللي بتيجي من عمك مين؟ عمك نبوي. يبقى اي متوسطه هتجيبها من دول، من فارادي ومن عيله البنانوما اللي هم ابن 4 اف ابن 4 اف ابن 4 3 اف. لكن لو عايز اللحظيه هتجيبها من القانون بتاع عمك نبوي بتاع الدينامو، الاي ام اف بيساوي نابا وي ساين سيتا. الناس دول كلهم طيبين، الان دي طيبه والبي طيبه والاي طيبه والاوميجا مش طيبه. الاوميجا دي اسمها السرعه الزاويه، السرعه الايه؟ الزاوية. والسرعة الزاوية دي بتساوي 2 باي في اف. والسرعة الزاوية برضو بتساوي في على ار. دي السرعة الزاوية. اما الشرير او بجد هو السيتا. بس انا دايما لما باجي اشرح في المراجعة ببقى دايما اقول لك الوقت ضيق. مفيش مجال لشرح السيتا شرح تفصيلي. فعلى رأي المثل اللي تكسبه العبه. فاحنا هنشتغل على السيتا بالطريقة اللي تخليك تحل. يا باشا اول ما تخش في المساله وتعرف انه عايز الاي ام اف اللحظيه او يذكر لك دينامو في الموضوع وما يقولكش احسب متوسط القوه الدافعه، يقول لك عايزين اي ام اف اللحظيه، تقوم تفتكر ان السيتا شغاله بنظريه اسمها نظريه عكس انعكاس. عكس ايه؟ عكس انعكاس. يعني لما اقول لك الزاويه بين مستوى الملف والمجال او بين مستوى الملف والفيض، او اقول لك بين مستوى الملف والافقي، او اقول لك بين مستوى الملف
ووضع العظمى، تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم تعكس. يعني ايه تعكس؟ يعني لو موازي تقول عليه عمودي، ولو عمودي تقول عليه موازي. وما تنساش لو قال لك الزاوية بين مستوى الملف واي اسم من دول، بين مستوى الملف واي اسم من دول بتعكس زي ما فهمتك، وضيف عليها تطرح من 90 وتطرح من 90. ارجع تاني. طيب موازي يبقى عمودي، وعمودي يبقى ايه؟ موازي. وتطرح من ايه؟ وتطرح من 90. ده لو قال لك مستوى الملف مع اي حاجه من دول. طب واحد ناصح يقول لي طب ولو ما قالش مستوى الملف واحد من دول، قال اي حاجه تاني، قال مستوى الملف مثلا والعمودي على المجال، مستوى الملف والمجال غير لما يقول لك مستوى الملف والعمودي على المجال. يبقى لو اي حاجه غير دول، اي دباجه، اي الفاظ غير دي، تحط الزاويه زي ما هي، تحط الزاويه زي ما هي. طيب يا عم تمام، خلصنا من موضوع الزاويه. طالب تاني يقول لي طب يا استاذ ولنفرض ان انا ماشي على الله كده في المساله، وبعدين لقيته ما ادانيش زاويه واداني زمن. لو ادالك زمن خلاص تجيب السيتا من القانون 2 باي في اف في تي. طالب تاني يقول لي اداني جزء من الدوره، خلاص اضرب جزء الدوره في 360، هات الزاويه. يعني قال لك ربع دوره يبقى ربع ال 360 يبقى زاويه 90، 1 على 12 من الدوره يبقى 1 على 12 في 360 يديني 30، وهكذا. طيب يا استاذ تمام، خلصنا من الجزئيه دي والحمد لله. دي جزئيه الايه؟ الزوايا. تمام، يبقى انا كده وانا بحل عندي كام نوع من القوى الدافعه؟ 2 متوسطه، ادي قوانينها. انا اسف، ادي قوانينها. لحظيه، ادي قوانينها، وافرق بين الاثنين. في دي في المتوسطة مفيش عكس عكاس، الزاوية عندك هنا معروفة بين مستوى الملف، يعني لو ده المجال ودي مستوى الملف، فهنا بقى في المتوسطة بتكون بين بيهو وإيهو، يعني إيه؟ يعني بين المجال والمساحة بتاعت الملف، الزاوية بتاعتنا إيه؟ يبقى هي بين مستوى الملف والمجال، خلاص مفيهاش مشكلة. لكن هنا عكس عكاس، لو قال لك مستوى الملف هتضطر تطرح من 90 وتعكس الموازي تخليه عمودي والعمودي تخليه إيه؟ موازي. تعال نشوف مسألة، بس مسألة محتاجة مننا تركيز لأنها حيرت العيال السنة اللي عدت. يلا بينا. بص يا أستاذ يا محترم كده معايا بكل بساطة، أحاول أخد الجنب ده عشان أبان مع حضراتكم، وأكتب المسألة هنا. السؤال ده جه بالطريقة اللي أنا هرسمها لسيادتك دي. هنا 1%، وهنا 2%، وهنا 3%، وهنا قال لي 4%، وهنا زمن تي بالثواني، يا رب تكون مركز معايا، وهنا الاي ام اف. طيب تمام، والنقطة دي كده بتقابل 100. ركز قوي في المسألة دي. قال لك احسب متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحسة خلال 1/75 من الثانية. يبقى هو طالب ايه؟ احسب الاي ام اف خلال 1/75 من الثانية. 1 على ايه؟ 1/75 من الايه؟ من الثانية. طيب يا عم تمام، انت عايز تحسب المسألة دي؟ هتبقى غلبان لو قلت هتحسبها بالقانون ده على طول. ايوه يا استاذ مش انت قلت كده؟ ما هو هنا ما قالش ولا ربع دوره ولا نص ولا اي حاجه من الحاجات المعروفه دي. قال احسبها، احسب الاي ام اف المتوسطه. احسب الاي ام اف الايه؟ المتوسطه، وقال خلال 1/75 من الثانيه. يعني ما قالش ربع ولا نص، قال خلال 1/75 من الثانيه. يبقى نرجع للقانون البابا. نرجع للقانون الام اللي هو اي ام اف بتساوي ان بي في الاف ساين الزاويه على دلتا تي. طب تعالى كده نكتب القانون ده مع بعض ونفكر فيه بصوت عالي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نحل مع بعض، بسم الله. القانون الاي ام اف بتساوي ان والدلتا فاي هنفكها بي في ايه؟ في ساين الزاويه على مين بقى؟ على دلتا تي. اسالك سؤال صغير ورد عليا. هو انت معاك ان وبي وايه؟ لا. طب هو انت معاك الزمن؟ 1/75. طب هو انت معاك السيتا؟ لا. تعال نجهز واحدة واحدة.
تعال نجيب السيتا. مش انت معاك زمن؟ مش انا قلت لك لو معاك زمن تجيب السيتا 2 باي في اف اف تي؟ يبقى اول حاجه هنجيب السيتا. السيتا هنجيبها من 2 باي في اف اف تي. يا اخي اوعى تنسى الباي هنا ب 180، الباي هنا ب 180 يبقى دي 360 في 2 باي اللي هي 2 في 180 ب 360 الاف. انت معاك الرسمه دي نص دوره، سلام على الذكاء، نص دوره زمنها كام؟ النص دوره 4 من 100، يبقى الدوره الكامله زمنها 8 من 100. طب يبقى الزمن الدوري ب 8 من 100، يبقى التردد مقلوب الزمن الدوري. يبقى التردد بقى هنجيبه على جنب اهو، مقلوب الزمن الدوري يعني مقلوب ال 8 من 100، يقوم التردد يطلع بكام؟ ب 12 ونص. التردد هنا ب 12 ونص. طيب يا عم تمام. في التي، التي اللي هو بكام؟ 1 على 75. واحد على ايه؟ 1 على 75. طب وبعدين يا استاذ؟ تقوم طالعه معايا الزاويه. طب هنا زاويتي عاديه بقى، هو كان بيدور بعد 1 على 75، يعني انت سيادتك هنا لو حسبت دي 360 في 12 ونص في 1 على ايه؟ على 75. تقوم طالعه مع سيادتك الزاويه ب 60، تطلع مع سيادتك الزاويه بكام؟ الزاويه ب 60. طب يبقى زاويتك هنا طلعت ب 60. 60 وانت هنا طبعا بيتكلم في المساله على دينامو، والدينامو بيبدا من وضع الصفر. من وضع الصفر اللي هو الزاويه عنده ب 90 مع المجال. يبقى انا التغير في الزاويه بتاعتي كانت 90 وبقت 60. صح كده؟ يبقى التغير هنا بمقدار كام؟ بمقدار 30. صح كده؟ هنطرح الزاويتين من بعض اللي هي بمثابه دار الملف. يعني هي طلعت معانا ب 60. لما اقول لك دار الملف يعني هي كانت 90 ودار الملف في 60، يبقى بقت زاويتي كام؟ 30. لما اقول لك دار الملف في الفاي ام مش كنت بتطرح من 90، يبقى زاويتي هنا الحقيقيه هتبقى بكام؟ ب 30. طب ليه؟ لان زي ما قلنا 90 ودار عمل زاويه 60، ولما يدور يعمل زاويه 60 اللي احنا حسبناها، يبقى زاويتنا الحقيقيه ب 30. طب يا عم تمام، شفت القانون ده هنعوض بيه بقى. طب يا استاذ في حاجه ثانيه ناقصه، انت جبت الزاويه والزمن معاك، ان بي ايه مش معاك؟ صل على النبي، مش انت معاك اي ام اف العظمى؟ تعالى كده اكتب اي ام اف العظمى بتساوي نبوي، صح ولا انا غلطان؟ نبوي. طب اي ام اف العظمى ب 100 تنزل زي ما هي 100 يساوي ان في بي في ايه؟ ان بي ايه ينزلوا زي ما هم. في الاوميجا، الاوميجا دي بتساوي ايه؟ 2 باي في اف. 2 باي في ايه؟ في اف. ماشي يا عم، يبقى دي 2 باي في الاف اللي هو ب 12 ونص. طب احنا عايزين ان بي ايه؟ طب نجيب ان بي ايه ازاي؟ نقسم البعيد على القريب، يبقى 100 على ال 2 باي. طب يا عم تمام دي سهله جدا، يلا نعوض بقى مع بعض في الاي ام اف بتاعتنا. الاي ام اف بتساوي ان بي ايه، هنحط مكان ان بي ايه بقى، نحط مكانها 100 على ال 2 باي، مكان ان بي ايه. طب الزاويه، ما احنا قلنا طلعت ب 60 واعتبرنا ان هو كان بادئ من 90 فطرحنا فطلعت 30، يبقى الزاويه بتاعتنا في ساين 30. في ساين كام؟ في ساين 30 على الزمن بتاعنا. الزمن بتاعنا في 1 على 75. 1 على كام؟ 1 على 75. يطلع مع سيادتك الناتج. يا رب تكون سيادتك فهمت. لو لخصناها في كلمتين، يا ابني حبيبي انت مش معاك ان بي اي، جبتها من الاي ام اف بتاعت نبوي، الاي ام اف ب 100 وان بي اي انت عايزها، والاوميجا 2 باي في اف، قسمت ال 100 على 2 باي في الاف اللي هي ب 12 ونص، جبت ان بي اي وعوضت عنها. الزاويه يا ابني حبيبي انت جبتها من 2 باي في اف في تي عشان انت معاك الزمن. وبعد كده عملت ايه بقى؟ اعتبرت ان هو كان 90 ودار 60 فطرحتهم من بعض، يبقى زاويتك ب 30. يبقى عوضنا عن كل حاجه والزمن معانا ب 1 على 75. يلا بينا نشوف السؤال ده. بيقول لك احسب متوسط القوة الدافعة الكهربية خلال ثلث دورة، وبالمناسبة السؤال ده ورد السنة اللي عدت في الامتحان بتاع الدور الأول. بيقول لك احسب متوسط القوة الدافعة خلال ايه؟ ثلث دورة. تعالى معايا كده بكل بساطة. هو قال ربع، نص، ثلاث أرباع، لا يبقى مش هينفع أخش بالقانون بتاع ابن مش عارف ايه ده. هخش بالقانون الأم اللي هو بيساوي ايه بقى القانون الأم؟ اللي هو الإي إم إف بتساوي بتاعت فاراداي ان دلتا فاي فكها بي في الايه؟ في ساين الزاويه، في ساين الايه؟
على دلتا تي. هسألك سؤال صغير وسيادتك ترد علي. الموضوع بكل بساطة ان هو قال لك احسبها، والرسمة دي للاي ام اف لما بتتغير الزاوية، يعني تغير الاي ام اف مع تغير الايه الزاوية، يعني عقلاني خالص ان الساين سيتا دي فيها تغير، الساين سيتا دي فيها تغير. طيب يا عمي تمام، اولا كده اسألك ورد عليا براحة، هل سيادتك معاك ان وبي وايه؟ لا، انت عرفت تجيبهم، هتجيبهم من قانون نبوي. طيب سؤال تاني، هل معاك الزاوية؟ لا، بس هو قال لي ثلث دورة، يبقى اضرب ثلثه في 360 اجيب الزاوية، واجمعها على 90 اجيب اصل الزاوية. وبعدين هي بدأت من الصفر، ما انت عارف الدينامو بيبدأ من وضع العمودي، من وضع العمودي يعني من وضع 90. هقول لك هنتصرف ازاي في الزاوية برضو تاني. طب الزمن، الزمن ما هو بيقول لي ثلث دورة، يبقى الزمن ثلث الزمن الدوري. تعال نطلع شوية معطيات، يبقى السيتا بتساوي ثلث في 360، يعني السيتا بتاعتك هتطلع ب 120. طيب تمام، طب الزمن بتاع سيادتك بيساوي ثلث الزمن الدوري، وبالمناسبة ثلث الزمن الدوري والزمن الدوري مقلوب التردد، يعني واحد على اف، يعني ثلث في واحد على اف. طيب يا عمي تمام، وبالمناسبة انت لو كتبت القانون كده الاي ام اف هتساوي ان بي في الايه على دلتا تي. طب ما كانت دلتا تي انت هتكتب ايه بقى؟ شاطر، تلت في واحد على اف، صح؟ وصين الزاوية تنزل. طب ما انا برضو عايز اقول لسيادتك على حاجة، الاي ام اف والان بي ايه تنزل، والتلاتة هتطلع فوق مقام المقام بسط، والاف هتطلع فوق مقام المقام بسط، يبقى دي التلاتة من قدام اهي، والاف طلعت فوق وصين الزاوية. اديني يا عم زبطت لك القانون بتاعك. هتقول لي طبعا انا مش معايا ولا ان ولا بي ولا اف، اقول لك سهلة، فاصل ونرجع للقانون تاني، نكتب قانون الاي ام اف بتاعت نبوي، نباوي الاوميجا نفكها 2 باي في اف. ايه اللي انت عايزه بقى يا شاطر؟ انت عايز ان وبي وايه واف مع بعض لوكشة واحدة. طيب تمام، يبقى لو انت عايز ان بي وايه واف مرة واحدة، تقسم البعيد على القريب، يعني تقسم اي ام اف على الاتنين باي. طب الاي ام اف هنا تقابل زاوية 45، يعني هنا فعالة، واللي انت كاتبها بتساوي نبوي دي العظمى اللي هي ماكسيمم، فتقوم تاخد الفعالة تقسمها على ساين 45 تجيب العظمى، تاخد الفعالة تجيب منها الايه العظمى، تجيب منها اي ام اف ماكسيمم. ازاي؟ تقول 10 على ساين 45، تقوم طالعة بكام؟ بعشرة جذر اتنين. يبقى انت عشان تجيب ان بي ناب اف دي، ناب اف دي عشان تجيبها هتجيبها 10 جذر 2 اللي هي ايه ام اف ماكسيمم على الاتنين باي. خبست. طب يا استاذ انت قلت ان الزاوية هتتغير او الاي ام اف هتتغير بتغير الزاوية، يبقى لما نيجي نكتب القانون بقى الاساسي بتاعنا اهو، الاي ام اف هتساوي 3 تنزل، ومكان ان بي وايه واف هنكتب جاء 10 جذر 2 على 2 باي، في 10 جذر 2 على ال 2 باي. على ايه؟ على ال 2 باي. طب وبعدين؟ كده خلصنا من ناب اف والثلاثة نزلت والدنيا زي الفل، ناقص الزاوية، الزاوية هنا بتتغير. بدأت من 90 وخدت ثلث دورة فبقت 110. فنقول 90 على 110 يبقى ساين كام؟ يبقى ساين 210. وكانت اصلا ساين كام؟ ساين 90. يبقى ساين 210 نطرح منها ساين 90، يقوم الحسبه دي على بعضها هتطلع بواحد ونص، وانت بقى تحسب حسبتك اديك جبت الاي ام اف. عذرا مش هينفع نعيد، سيادتك رجع الفيديو براحتك واتفرج عشان الوقت،
ونشوف مع بعض سؤال تاني. يلا بينا. سؤال مش هنكتبه بس هنقوله وهنشرحه مع بعض ونطلع معطيات ونحل مع بعض واحدة واحدة. ركز معايا، كل اللي بقول لك عليه في الصميم، كل اللي بقول لك عليه مش أسئلة تيجي أو ما تجيش، دي عمق امتحانات وعمق أفكار هتقابلها سيادتك في الامتحان بتاعك. سمي الله معايا. دينامو تيار متردد، عدد لفاته يعني الان بتاعته، انت بتتكلم على دينامو. طيب يا عم تمام، الدينامو ده ماله؟ الدينامو ده عدد لفاته ب100 ومساحة مقطعه ب250 في 10 أس سالب 4، يدور داخل فيض مغناطيسي كثافة فيضه 200 ملي ملي، يبقى نضرب في 10 أس سالب 3 تسلا. مبتدئا من الوضع العمودي على الفيض، بدأ من الوضع الايه؟ العمودي على الفيض. قال بدأ من وضع الموازي للفيض ولا قال العمودي على الفيض؟ يعني مستوى الملف بدأ يدور من وضع الايه؟ العمودي على الفيض. يبقى هناخد الزاوية زي ما هي. يا بني ادم مش احنا متفقين على عكس عكس لما يقول لك مستوى الملف والمجال او مستوى الملف والفيض؟ لكن هو قال لك هنا ايه؟ بدأ من وضع العمودي على العمودي، اهو العمودي على الفيض. يبقى تاخد الزاوية زي ما هي. بحيث يصل الجهد لقيمته العظمى، يبقى يوصل لقيمته العظمى 100 مرة في الثانية. اسألك سؤال صغير، هو انت دي كم دورة؟ دورة واحدة فيها كم عظمى؟ فيها 2. طب لما اقول لك بيوصل للعظمى 100 مرة في الثانية، يبقى بيعدي على كم دورة؟ على 50 جدع، صح كده ولا انا غلطان؟ يبقى التردد بتاعنا ب50. ما هو التردد عدد دورات على الزمن. اقول تاني، قال لك بيعدي على العظمى 100 مرة في الثانية، يبقى كده بيعدي على 50 دورة لان كل دورة فيها مرتين عظمى، يبقى كده عدد الدورات اللي بيعدي عليها في الثانية هي 50. 50 دورة. طيب يا عم تمام، فإن القيمة الفعالة هتطلع بكام؟ وطبعا أسئلتك كلها اللي بقولها لك دي اختيارات، بس أنا بركز على الحل بس، مش لازم نقعد نكتب السؤال باختياراته. طيب يلا بينا، بسم الله. خلصنا يا عم من الجزئية دي والحمد لله. سمي الله بقى. يبقى هو بيقول لك عايز الـ EMF إيه بقى؟ الإفكت. طبعا أنا مش هجيب الإفكت على طول، أنا هجيب العظمى من النبوي وأضرب العظمى في ساين 45 أجيب الإفكت. يلا بينا. يبقى الـ EMF ماكسيمم هتساوي نابا وساين سيتا، ساين 90 بواحد عشان انت بتقول ماكسيمم. طب الـ N ب100، طب الـ B ب 200 في 10 أس سالب 3 تسلا، 200 في 10 أس سالب 3 تسلا. طب والمساحة ب 250 في 10 أس سالب 4. طب في الأوميجا، الأوميجا بتساوي إيه بقى؟ الأوميجا بتساوي 2 باي في إف. 2 باي في إيه؟ 2 باي في إف، ما أنا معايا الإف أهي ما تقلقش. يبقى دي 2 باي في 50. طب يا عم تمام، جبنا دي. طب بعد ما نجيب الناتج نقوم نضربه في ساين 45 نجيب القيمة الفعالة، نجيب القيمة الايه؟ الفعالة. المسألة دي كلها سهلة، بتتحل بنبوي وتجيب العظمى وتضربها في ساين 45 تجيب الإفكت، لكن كان فيها مشكلة واحدة. المشكلة الواحدة هي ان انت في الدورة الواحدة بتوصل للعظمى مرتين، هو قال لك وصلنا للعظمى 100 مرة في الثانية، يبقى عدى على 50 دورة، واخد بال سيادتك معايا؟ يبقى عدد الدورات اللي بيعدي عليها في الثانية 50، يبقى التردد ب50. نكمل مع بعض ونشوف مع بعض مسألة تاني. يلا بينا، بسم الله. قبل ما ندوس في مسألة تاني عايز اقول لحضرتك بكل بساطة القيمة الفعالة. القيمة الفعالة ايه هي القيمة الفعالة؟ والله لو هنتكلم على المنطق النظري من حيث القوانين، فمثلا الـ EMF effect القيمة الفعالة ليها بنجيبها لما نضرب الـ EMF maximum في ساين ايه؟ 45. طب الـ I effect نجيبه لما نضرب I maximum في كام؟ في ساين 45، وهكذا. يبقى دي ايه؟ القيمة الفعالة. طب ازاي بنجيب القيمة الفعالة دي؟ ما انت عارف ان التيار المتردد متغير الشدة والاتجاه،
متغير الشدة ليه؟ لأن الزاوية بين اتجاه الحركة والمجال بتتغير مع الدوران. الزاوية بين اتجاه الحركة وبتاعت اتجاه حركة الملف والمجال بتتغير مع الدوران، فبيصبح متغير الشدة. طب ومتغير الاتجاه ليه؟ لأني لو ده الملف وانت ركزت مع الضلع ده، فالضلع ده بيبدأ هو من وضع العمود زي ما انا عامل كده بالظبط، الضلع ده يبدأ يقطع خطوط الفضل تحت مع أول ربع دورة، مع الربع التاني بيقطع لتحت. لو بصيت على الضلع ده بقى مع الربع التالت هتلاقيه بيقطع لفوق. يبقى كده اتجاه تقطيع خطوط الفضل بيختلف، وبناء عليه اتجاه القوة الدفع المتولدة هيختلف. ما علينا، المهم ان احنا لما جينا نقيس شدة التيار المتردد ما عرفناش، فجبنا حاجة اسمها القيمة الفعالة لي. ايه هي القيمة الفعالة لي؟ لو انا جبت موصل ومررت فيه تيار مستمر، تياره مثلا بيساوي 10، وجبت موصل تاني نفس الموصل يعني ومررت فيه تيار متردد ما عرفوش، لو التيار المستمر في زمن قدره 5 منت ولد 10 درجات حرارة، 10 درجات كلفينيه. فلو التيار المتردد اللي انا معرفوش بكام ده في نفس ال5 دقايق ولد 10 درجات حرارة برضو، يبقى كده التيار المتردد ولد حرارة قد التيار المستمر. يبقى كده ايه؟ التيار المتردد ولد حرارة قد اللي بيولدها مين؟ التيار المستمر. يبقى التيار المتردد قيمته الفعالة هي شدة التيار المستمر. ففي مسألة ما جاش للطالب يقول له فيها احسب التيار الافكت او التيار الفعال، لا ده قال له احسب التيار المستمر الذي يولد نفس الطاقة الحرارية. طب ما انت عارف ان ما دام التيار المستمر بيولد نفس الطاقة الحرارية اللي بيولدها المتردد، يبقى هو يقصد احسب القيمة الفعالة. تعال نشوف السؤال مع بعض. طبعا سؤال تافه، لو قال لك احسب التيار اللي بيولد نفس الطاقة الحرارية فانت تفهم انها الافكت، لكن هو كسؤال تافه يعني. ليه بقى؟ لان هو عامل كده اهو، وهنا التيار وهنا الزمن او هنا الزاوية ايا كان يعني، وهو قايل لك ان دي النقطة دي كده تقابل كام؟ تقابل 10، تقابل 10 امبير. طب ما النقطة دي معناها العظمى، انت عايز الاي افكت تضرب بقى الاي ماكسيمم في ساين 45. بسيطة جدا يعني، هتضرب 10 في ساين 45، ادي مسألتك اتحلت، جبنا الافكت والحمد لله. رجعنا لحضراتكم تاني، هنتكلم دلوقتي على جزئيتين بساط بخصوص الدينامو. الدينامو ده يا حضرات بكل بساطة علشان سيادتك يعني توحد الاتجاه، انت عارف ان التيار متغير، عشان توحد الاتجاه بنركب اسطوانة جوفاء مشقوقة في المنتصف الى نصفين. لو رسمنا الشكل كده هو بالراحة، بسم الله الرحمن الرحيم، لو الشكل بتاعنا بهذا الشكل زي ما حضرتك شايف، وتخيلنا ان دي الاسطوانة اللي هنركبها الجوفاء المشقوقة في المنتصف الى نصفين، بينهم مادة ايه؟ بينهم مادة عازلة. فيراعى بس كده ان تكون المادة العازلة عمودية على مستوى الملف، يعني المادة العازلة لازم تبقى كده. طب ليه المادة العازلة لازم تبقى بالشكل ده؟ قال لك علشان لما يبقى الملف كده موازي يبقى قيمة عظمى، فلما يلف ويبقى عمودي يكون المادة العازلة لمسة الفرشتين فينقطع العزم مرتين. لكن لو لا قدر الله ان احنا اتغابينا مثلا وعملنا المادة العازلة وعملنا الايه؟ وعملنا المادة العازلة موازية لمحور الملف بهذا الشكل، فيبقى احنا حرمنا الملف من اجمل لحظاته. ازاي يعني؟ يعني هي دلوقتي هو موازي، المفروض يكون قيمة عظمى، لما انت تعمل له المادة العازلة موازية ليه يبقى كده المادة العازلة هتقابل الفرشتين، يبقى هو يبقى قيمة عظمى عشان موازي، بس انت هتحرمه من انه يبقى قيمة عظمى، لاني في اللحظة دي هيبقى المادة العازلة ملمسة للفرشتين. فاحنا طبعا بنقول يا حضرات ان المادة العازلة بتكون ايه؟ بتكون عمودية على مستوى الملف، تكون عمودية على ايه؟ على مستوى الملف. طيب يا عم تمام، دي اول جزئية، دي عشان نقوم التيار او نوحد التيار، عشان نقوم التيار. طيب امال علشان نثبت الشدة، نثبت الشد. طبعا الجزئية اللي فوق دي يا شباب رسمتها هتبقى كده،
انت قومت التيار لما اتحطيت اسطوانه جوفاء، فالشكل بتاعها هيبقى كده. يعني ايه؟ يعني مش هيعدي تحت وفوق، مش هيعكس الاتجاه، هيعدي في اتجاه واحد. هيعدي فين؟ في اتجاه واحد. نثبت الشده ازاي؟ قال لك والله احنا هنثبت الشده لما نجيب عده ملفات بينها زوايا متساويه. عده ايه؟ ملفات بينها زوايا متساويه، ونجيب ملف تاني بهذا الشكل ونركب الملفات على بعضها بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، بحيث يبقى عندي اكثر من ملف بينهم زوايا متساويه، فنوصل للعظمى اكتر. انا ممكن ابسطها لك، ممكن اقول لك ايه؟ لو انت عندك ملف بتوصل للعظمى مرتين، طب لو عندك ملفين هتوصل للعظمى 4 مرات، يبقى كل ما تزود عدد الملفات هتكون للعظمى اقرب، فبالتالي انت بتثبت الشده تقريبا. يبقى تثبيت الشده عن طريق استخدام عده ملفات. طب ساعتها هيبقى الشكل عامل كده. في طلبه ده لما برسم دي يقول لي ده مش ثابت، وما هو ما بنثبته تقريبا، ما بنثبتوش كليا، لان الملفات بيكون في فارق زمني، ده عند العظمى وفي فارق زمني على من. يعني لو تخيلنا الملفات مثلا كده اهو، فدلوقتي لو تخيلنا وشي هو وضع العظمى، فالملف ده كده واخد وضع العظمى، في لحظه بقى على ما ده يتحرك واخويا احتل مكانه، فاللحظه دي ما بتخليهوش على طول عند العظمى، بتخلي الرسمه فيها نوع من الزجزاج زي ما انت شايف كده. يعني بنثبت الشده تقريبا. طيب يا عم تمام كده، خلصنا من الجزئيه دي. اما بالنسبه للمحول، المحول ده هديه مني ليك، هقول لك على اسرار المحول. المحول هنتكلم عنه كمسائل. المحول بكل بساطه مسائله تتركز في جزئيه الايتا. الايتا اللي هي الكفاءه بتاعته، الايتا اللي هي الكفاءه بتاعته بتساوي باور اس، يعني باور اللي بتخرج من الملف الثانوي، على باور بي اللي بتدخل من عند الملف الابتدائي. باور اس بنقول عليها في اس في اي اس، على باور بي اللي هي في بي في ايه في اي بي. احنا عارفين الايات والانات عكسي، يعني لو لفات كتير يكون التيار قليل عكسي، يبقى هنقول بقى في اس ومكان اي اس نكتب ان بي، وهنقول في بي ومكان اي بي نكتب ان اس. دي القوانين بتاعتنا، باستثناء بقى لو عندي اكثر من ملف ثانوي يبقى بقول باور اس 1 زائد باور اس 2 وهكذا. لو عندي حتى 100 ملف ثانوي بقول باور اس 1 زائد باور اس 2 زائد باور اس 3 وهكذا. طيب يا عم تمام، ايه اللي انت بقى عايز تقوله يا استاذ؟ اول حاجه ترجمه المساله حاجه مهمه جدا، لان الطلبه ما بتعرفش تطلع المعطيات. ترجمة المسألة، كل اللي يتقال عن المصدر، كل اللي يتقال على ايه؟ عن المصدر كأنه اتقال على الابتدائي، وانت عارف ان الابتدائي رمزه بيه. كل اللي يتقال على الجهاز، طب ليه اللي يتقال على المصدر يتقال على الابتدائي؟ لان الابتدائي دايما الملف الابتدائي بيكون متصل بالمصدر. طب كل اللي يتقال على الجهاز يتقال على الثانوي اللي هو رمزه اس. طب ليه؟ لان الثانوي دايما متصل بالجهاز، لان الثانوي دايما ايه؟ متصل بالجهاز. طيب يا عم تمام، ده بالنسبة للترجمة. استاذ انت اعرف ان المحول رافع، او يعني ايه المحول رافع؟ يعني عيلة اس كبيرة، حتى قلنا اس. طب اس السلام عليكم، افتكرها بدي. لما يكون عيلة اس كبيرة يبقى المحول رافع. رافع لما يكون عيلة اس كبيرة. يعني ايه عيلة اس كبيرة؟ يعني ان اس اكبر من ان بي وفي اس اكبر من في بي. طب امتى المحول يبقى خافض؟ لما يكون عيلة بي كبيرة. يعني ايه عيلة بي كبيرة؟ يعني ان بي اكبر من ان اس وفي بي اكبر من في اس. طيب يا عم تمام، في المسألة لو قال لك المحول مثالي، يعني ما بيفقدش طاقة، يعني الطاقة اللي بتدخل من عند الابتدائي أو القدرة اللي بتدخل من عند الابتدائي بيخرج زيها من عند الثانوي. فلما أقول لك المحول مثالي، يعني الإيتا بتاعته 100 على 100، يعني 100%. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئية دي. مفيش سؤال محول بقى يطلع بره دول. تعال نشوف مع بعض مسألة بيقول لك جرس، جرس كهربي قدرته 1 واط عند مرور تيار كهربي شدته
نص أمبير خلاله اتصل بمحول كفاءته 95 على 100 أو 95% وعدد لفاته وعدد لفات ملفه الثانوي 1/100 من عدد لفات ملفه الابتدائي. طب يا عم تمام. فإن فرق جهد المصدر المتصل فإن فرق جهد الايه؟ المصدر المتصل بالملف الابتدائي. يلا بينا. جرس كهربي قدرته، جرس يعني جهاز، اللي يتقال على الجهاز يتقال على الثانوي. جرس قدرته 1 واط يبقى الباور اس بتساوي 1 واط. ماشي يا عم. عندما نقول تيار كهربي شدته كام؟ تيار كهربي خلاله يعني خلال الجرس، يعني لسه بيتكلم على الجهاز، يعني كانه بيتكلم على الثانوي، يعني اي اس بتساوي نص امبير. اتصل بمحول كفاءته 95% يبقى الايتا الكفاءه 95 على 100 وعدد لفات ملفه الابتدائي 1/100 من عدد لفات ملفه وعدد لفات ملفه الثانوي 1/100 من عدد لفات ملفه الابتدائي. يبقى عدد لفات ملفه الثانوي بتساوي 1/100 من عدد لفات ملفه الابتدائي اللي هي ان بي. ماشي يا عم. فإن فرق الجهد المتصل بالملف الابتدائي، يبقى احنا عايزين ايه؟ فرق الجهد الفي بتاعت الملف الابتدائي. تعال نحل مع بعض. الايتا بتاعتنا هنستخدم انهي قانون عشان نجيب الفي؟ الموضوع بسيط جدا، هو بس كل الفكرة ان انا عايز الفي بي ومش معايا الفي اس، اروح اجيب الفي اس الاول. مش باور اس معاك بتساوي في اس في اي اس، هات الفي اس بتساوي باور اس على اي اس، باور اس بواحد على اي اس اللي هي بكام؟ بنص. يبقى واحد على كام؟ واحد على الاتنين، تطلع باتنين، الفي اس باتنين. طيب يا عم تمام، جبنا الفي اس باتنين. طب تعال نعوض بقى مع بعض. طب برضه هنشتغل بأنهي قانون؟ باللي فيه الايات ولا اللي فيه الانات؟ لا، اللي فيه الانات عشان انا معايا الانات، والفي دي معايا والفي بي دي مش موجوده، واشتغل بقى عادي. نكمل مع بعض، يلا بينا نكتب القانون بتاعنا ده، نكتب القانون اللي هو فيه الانات ده. يبقى الايتا بتساوي في اس في ان بي على في بي في ان اس، صح؟ طب يلا يا ريس، الايتا مع سيادتك 95 على 100. الفي اس مش معايا بس انا جبتها باتنين، اعوض عنها. الان بي مش معايا، انزلها زي ما هي. الفي بي عايزينها. طب الان اس، ما الان اس احنا قلنا لك 1/100 من الان بي، يبقى مكان الان اس اكتب 1/100 ان بي. طبعا ايه اللي هيحصل؟ ان بي تروح مع ان بي، والمية تطلع فوق وتحسب حسبتك وتجيب الفي بي، وهتطلع مع سيادتك ب 12.98%. يبقى الفي بي كده هتطلع ب 12.98% فولت. خلصنا من المسألة دي والحمد لله. تعال نشوف سؤال تاني عن المحول. بيقول لك محول مثالي، مش لازم نكتبها بقى، ركز معايا في اللفظ وإيدك في الورقة والقلم. يلا بينا، محول مثالي. يلا يا ولا، قلت لك لما يقول لك مثالي يبقى الكفاءة بكام؟ شاطر، 100% اهي. يبقى محول مثالي يبقى الايتا بتاعتي بتساوي 100/100. طيب وبعدين؟ خافض للجهد. خافض للجهد يعني ايه خافض للجهد؟ يعني عيلة بي كبيرة،
لما يقول لي خفض الجهد يبقى عيلة الملف الابتدائي هي اللي كبيرة، صح؟ طيب يا عم تمام. النسبة بين عدد لفات ملفيه 4 إلى 1، ما حددش مين 4 ومين 1، هو قال لك النسبة 4 إلى 1. هو انت بتقول خافض، خافض يبقى بي تاخد الكبيرة، يبقى الان بي تاخد الاربعة والان اس تاخد 1، 4 إلى 1. ملفه الثانوي يتصل بمصباح، خلي بالك اللي هيتقال على الثانوي يتقال على المصباح اللي هو الجهاز يعني. ملفه الثانوي يتصل بمصباح مكتوب عليه 60 فولت، المصباح مكتوب عليه 60 فولت يبقى دي في اس بتساوي 60 فولت، اللي بيتقال على الجهاز يتقال على الثانوي، ومكتوب على المصباح 20 امبير يبقى دي اي اس بتساوي 20 امبير. طب يا عم تمام. فان الاختيار المعبر عن تيار الملف الابتدائي، طبعا كل ما سالك اختر بس انا بجيب لك السؤال واحل على طول، مش هقعد اكتب لك اختيارات. فان الاختيار المعبر عن تيار الملف، فان تيار الملف الابتدائي يبقى احنا عايزين اي بي، وجهد الملف الابتدائي وعايزين في بي. يلا بينا. انت عايز اي بي، طب ما انا لو دخلت بالقانون اللي فيه الفي هات الانات، قانون اللي فيه الانات هجيب الفي بي باعتبار ان انا معايا في اس ومعايا الايتا. طب يلا نخش بالقانون بتاع الانات نجيب الفي بي، وبعدين نخش بالقانون اللي فيه الايات نجيب الاي بي. يلا بينا نكتب القانون مع بعض. الايتا بتساوي في اس في ان بي على في بي في ان اس. الايتا 100 على 100 اللي هي كانها 1 على 1 يعني. الفي اس بكام يا حضرات؟ الفي اس ب 60. في الان بي بكام؟ الان بي ب 4. على الفي بي بكام؟ الفي بي عايزينها. في الان اس بكام؟ الان اس ب1. طيب يا عم تمام. تقوم طالعه الفي بي ب 240 تقريبا والله اعلم. ايوه طلعت ب 240. نخش بنفس القانون بس بدل النات هيبقى في ايات اللي هو القانون ده. اكتب القانون ده معايا عشان نجيب الايه؟ نجيب الاي بي. يبقى الايتا بتساوي في اس في اي اس على في بي في اي بي. الايتا بتساوي 100 على 100. الفي اس ب 60. في الاي اس ب 20. الفي بي لسه جايبينها ب 240 يا استاذ. في الاي بي شاطر احنا عايزينها. تقوم الاي بي لو حسبت سيادتك تلاقيها تطلع معاك بخمسة، 5 امبير ودي فولت. طيب يا عم تمام. خلصنا من الجزئية بتاعت المحول والحمد لله. بدأنا مع بعض في الفصل الرابع. الفصل الرابع من اسهل الفصول واللي حرام تفقد فيه درجة واحدة. كل اللي احنا محتاجينه في الفصل الرابع هو شوية ترتيب افكار. بنشيل الار اللي هي المقاومة ونحط مكانها شوية مسميات على حسب المقاومة دي. ار في المقاومة وفي الملف بتتبدل المقاومة بحاجة اسمها اكس ال، وفي المكثف بتتبدل المقاومة بحاجة اسمها اكس سي، ولما يبقى المقاومة معاها حاجة تاني زي ملف ولا مكثف بنسميها زد، وتتشال المقاومة ويتحط مكانها زد. تعالى مع بعض نعمل حاجة اسمها المفرمة، والمفرمة دي حاجة هتخش منها تطلع حاطط الفصل الايه الرابع في جيبك. تعالى مع بعض. الموضوع بكل بساطة اني انا لو عندي مقاومة بهذا الشكل وسألتك الفي هتساوي ايه؟ هتقول لي اي في ار. اقول لك كلام جميل. لو في تيار متردد يعبر هذه المقاومة هل هناك فرق في الطور؟ لما التيار ده يعدي في المقاومة لا مفيش فرق في الطور. يعني السيتا بصفر. فرق في التيار بين مين ومين؟ بين التيار والجهد، الاثنين ماشيين مع بعض، بيروحوا الصفر مع بعض ويروحوا للعظمى مع بعض وهكذا. طيب يا عم تمام. امال لما يا استاذ بقى يكون عندي هنا ملف، في الملف الفي هتساوي اي في اكس ال، هتقول لي مين هي الاكس ال؟ اقول لك الممانعه اللي بيلقاها التيار لما يعدي في الملف. طب هل هناك فرق في التيار؟ مقداره 90 درجه بين مين ومين؟ بين الفي ال والاي ال. طب ما السبب وراء ذلك؟ ايه اللي خلى الفي تسبق الاي ب 90؟ حيث ان الملف تولد به قوه دافعه عكسيه عملت على تاخير التيار، فتاخر التيار عن فرق الجهد بمقدار 90 درجه.
طيب يا عم تمام، تعال بقى نشوف المكثف. المكثف لما اقول لك انا عايز الهاي او اقول لك عايز الفي مش مشكله، بيقول لي هاي في اكس ايه اكس سي. طيب يا عم تمام، طب لما اقول لك هنا الزاويه بكام تقول لي ب 90 درجه. الجهد الذي تقدم على التيار، لا هنا التيار هو الذي تقدم على فرق الجهد بمقدار 90 درجه. اي سي نسبه ان الى ان المكثف له سعه اسمها سي، اي سي وهنا اسمها في سي، يبقى الاي تقدم على فرق الجهد بمقدار 90 درجه. بالمناسبه لو انت عايز الاكس ال، يبقى الاكس ال هنا هتجيبها من 2 باي في اف في ال. لو انت عايز الاكس سي هنا هتجيبها 1 على 2 باي في اف في سي. ركز بقى معايا في الكلام ده مهم جدا. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه دي. امال يا باشا لو معاك مقاومه ومع المقاومه في ملف، ركز قوي، مقاومه وجنب المقاومه في ملف، يبقى هنا بقى لا الفي بتساوي اي في مين؟ ما تقولش اكس ال ولا تقول اي في ار، قول اي في زد. والزد ليها قانون بيتجاب، بيتجاب اكس ال تربيع زائد ار تربيع. طيب يا عمي تمام، طب والزاويه هنا؟ قال لك لا ده الملف لوحده كان بيعمل 90 درجه، لكن في وجود المقاومه هيعمل فرق طور اقل من 90. طب بنجيبه ازاي بقى؟ بنجيبه من القانون ده، تان الزاويه بتساوي اكس ال على ار او في ال على في ار، او في ال على مين؟ على في ار. في مشكله؟ طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئيه دي والحمد لله. انا نفسي اسال سؤال، هو انت هنا لو عايز الفي قلت لي اي في زد صح؟ اه يا استاذ. طيب لازم يكون معاك التيار الزد. طب ما انت ممكن تجيب في الكليه من القانون ده اللي هو في ال تربيع زائد في ار تربيع. لو انت طالب بتفهم هتعرف ان ده على وزن ده، ما هو من ده احنا جبنا ده. طيب يا عم تمام، حيث فكينا التيار اي في ايه؟ هنا اي في زد والتيار ثابت طيرناه، وهنا اي في اكس ال والتيار ثابت طيرناه، وهنا اي في ار والتيار ثابت طيرناه، فاتبقى لنا الحاجات دي. طيب تعالى بقى نشوف، لو معاك مقاومه ومكثف يبقى الفي هتساوي، ما تقولش اي في اكس سي ولا اي في ار ولا اي في زد. طب الزد هتجيبها ازاي؟ هتجيبها اكس سي تربيع زائد ار تربيع. طب الفي الكليه هتجيبها ازاي لو انت عايز الفي الكليه هنا؟ بعيدا عن اي في زد، يعني لو مش معاك اي وزد وعايز تجيب الفي، مش ممكن تجيبها من القانون اللي هو جذر في سي تربيع زائد في ار تربيع؟ اه طبعا. طب هو فرق الطور هنا بكام؟ قال لك اقل من 90، كان المكثف لوحده بيعمل 90 لكن في وجود المقاومه هيبقى اقل من 90، يبقى فرق الطور هيتجاب من تان سيتا. تان سيتا هتساوي مين بقى؟ هتساوي اكس سي تربيع على ار تربيع. هتساوي ايه؟ اكس سي تربيع على ار تربيع. في مشاكل في الكلام ده؟ كده جبنا الزاويه. طب تعالى يا عم نشوف مع بعض اللي بعد كده. ايه هو اللي بعد كده؟ قال لي والله لو انت عندك مقاومه وملف ومكثف، مقاومه وايه؟ وملف ومكثف. الموضوع بكل بساطه ان هنا برضو الفي بتساوي اي في زد، بس الزد هنا هتساوي ايه بقى؟ جذر اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع زائد ار تربيع. طب لو انت عايز تجيب الفي بعيدا عن اي الكليه في زد الكليه، ممكن تجيب الفي الكليه ازاي؟ ممكن تجيبها في ال ناقص في سي لكل تربيع زائد في ار تربيع، زائد ايه؟ في ار تربيع. طب لو عايز تجيب فرق التطور تان سيتا تجيبها ازاي؟ تان سيتا تجيبها تقسم اكس ال ناقص اكس سي على ار، ممكن تقسم في ال ناقص في سي على في ار، او ممكن تقسم اكس ال ناقص اكس سي على ار وتقول تا شفت تان تجيب السيتا على طول. طيب يا عم تمام، ده ملخص الفصل الرابع.
لو عرفت ان في المقاومة تقول ار وفي الملف تقول اكس ال وفي المكثف تقول اكس سي والاكس ال اهي والاكس سي اهي، لو عرفت ان في المقاومة والملف تجيب الزد من القانون ده، ولو عرفت ان في المقاومة والمكثف تجيب الزد من القانون ده اللي هي مكان الار يعني اللي هي الممانعة هنا اسمها زد، طيب تمام. ولو عرفت انك تجيب الزد هنا من القانون ده يبقى انت كده تمام. عايز اقول على حاجة، في مسألة وردت في ازهر مرة، جه قال له ده مصدر تيار متردد ودي مقاومة وده ملف، وقال له دي ب220 فلو دي ب80 يا ريت نركز فيبقى فرق الجهد هنا بكام. في طلبة كتير اتعاملوا غلط بالطريقة الصح، يعني اتعاملوا بمنطق الفصل الاولاني ان في التوالي فرق الجهد بيتجزأ، يبقى هما 220 هنا منهم 80 يبقى يتبقى هنا كام؟ يتبقى هنا 160. الإجابة خاطئة. طب ليه يا حضرات؟ عشان الجهد يتجزأ لازم يكون حاجات من نفس النوع، يعني مقاومات، ملفات، مكثفات، ساعتها الجهد يتجزأ. يعني لو تاخد الجهد كل هنا ب100 ودي واخده 30 يبقى دي تاخد 70، الجهد بيتجزأ. لو تاخد الجهد الكل هنا ب200 ودي واخده 80 يبقى دي تاخد 120 مثلا. لو تاخد الجهد هنا كله ب90 ودي واخده 40 مثلا يبقى دي 50. امتى الجهد يتجزأ بوضوح؟ في التوالي لما يكون من نفس النوع. لكن لما اقول لك مقاومه وملف ما تقوليش الجهد يتجزأ، تقول لي في قانون يحكمها. ايه القانون اللي بيحكمها هنا؟ الفير كليه هي في حاله، انا اسف، هنا مقاومه وملف، مقاومه وملف في الفير كليه هي بتساوي في ال تربيع زائد في ار تربيع. طب انت عايز في ال تربيع فرق الجهد بتاع الملف، اه تكتب القانون ده يبقى الفير كليه هتساوي في ال تربيع زائد في ار تربيع، صح؟ الفي ال تربيع انت بتقول الفي كليه بكام؟ انت بتقول ب 220 بتساوي في ال تربيع انت عايزها زائد في ار تربيع اللي هي ب 80 تربيع. اشتغل بطريقه اكس على الاله، هات الفي ال تربيع او ربع الطرفين، ربع هنا وشيل الجذر من هنا وودي دي باشاره مخالفه واطرحها من ال 220 تجيب الفي ال، وكل سنه وحضرتك طيب. في مشكله؟ طيب يا عم تمام، خلصنا من دي، تعال نشوف مسائل مع بعض. شرح الفصل الرابع كده خدنا ملخصه، تعال نشوف اول سؤال معانا. اول سؤال حاجه سهله وجميله، بيقول لحضرتك انت عندك هنا مكثف وهنا في تيار متردد وهنا في اميتر حراري، والاميتر الحراري بيعدي فيه 2.1 امبير، وسعه المكثف دي بتساوي 4 على باي في 10 اس سالب 6 فاراد، والاف هنا بتساوي كام؟ بتساوي 100 هرتز. طب يا عم تمام، تعالى معايا كده بالراحة، بسم الله. ايه المطلوب في المسألة دي؟ قال لك المطلوب حساب الاي ام اف ماكسيمم، يبقى احنا عايزين الاي ام اف ايه؟ ماكسيمم. طب انت عايز الاي ام اف ماكسيمم، طب هنجيبها ازاي؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. هو التيار ده لما ادهوني في المسألة ما حددش، ما قاليش افكت ولا ماكسيمم، يبقى ايه؟ يبقى افكت. اصل التيار افكت، اصل القوه الدافعه افكت، اذ لم يحدد في التيار المتردد النوع يبقى هو يقصد الافكت، لكن لو حدد هيقول ماكسيمم، فالتيار ده افكت. طب ازاي اجيب الاي ام اف ماكسيمم؟ الفي بتساوي ايه هنا؟ شاطر، اي في اكس سي عشان ده مكثف، اي في ايه؟ في اكس سي اهي. طب يبقى انا اول حاجه اجيب الاكس سي واضربها في الاي، اجيب الفي افكت لان ضربت اي افكت في اكس سي، هجيب اي ام اف افكت، وبعدين اخد الاي ام اف افكت احولها للماكسيمم، سهله يعني. طب يلا بينا الاكس سي اجيبها 1 على 2 باي في اف في سي، ما انا لسه قايل لك القانون اهو، 1 على 2 باي في الاف، الاف اللي هي ب 100 في السي، السي اللي هي 4 على باي في 10 اس سالب 6، 4 على باي في 10 اس سالب 6. في مشكلة؟ عوضت بس. 1 على 2 باي في اف في سي وعوضت عنه. طلعت بكام يا عم الاكس سي؟ تعال نشوف مع بعض. الاكس سي طلعت 1250. طلعت 1250. نجيب بقى الفي افكت اللي بتساوي اي في اكس سي. طب هي الاي بكام؟ ب2.10. في الاكس سي بكام؟ ب1250.
2 من 10 في 1250 تقوم تطلع ب 250. طب فكر معايا كده بصوت عالي. الاي ام اف افكت مش كانت بتساوي اي ام اف ماكسيمم في ساين 45؟ يبقى انت عايز اي ام اف ماكسيمم، يبقى تقسم اي ام اف افكت على ساين 45. يلا يا باشا، يبقى انت عايز الاي ام اف ماكسيمم، خليك ناصح، تقسم الاي ام اف افكت على ساين 45. الاي يعني تقسم 250 على ساين 45، على ساين 45 تطلع 353 و55% تقريبا او حاجه زي كده فولت طبعا. فهمت والحمد لله. طيب في بقى جزئيه جميله جدا عايز اقول عليها، الجزئيه دي بتاعه المكثفات. جزئيه المكثفات بكل بساطه، احنا قلنا في كل حاجه شغالين فيها في التوالي توالي وفي التوازي توازي، يا رب تكون فاهمني. يعني لو عندي كذا ملف جنب بعض وعايز اكس ايه للكليه بجمع في التوالي، وفي التوازي بقول واحد على زائد واحد على، بعملهم زي المقاومات. في الاكس سيب المثل، في المقاومه برضه بالمثل، في التوالي بنجمع وفي التوازي نقول واحد على زائد واحد على زائد واحد على وهكذا. ما عدا السي، سعه المكثف. سعه المكثف شغاله في التوالي كانها توازي، والسبب في كده ان الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي في اف اف سي، فلما جينا نعملها 1 على فطلع مقام المقام بسط. انت فاهم قصدي ايه؟ الخلاصه يعني ان سعه المكثف السي هي الوحيده اللي بنغني معاها اغنيه توالي توازي وتوازي توالي. دي مين؟ دي السي، شغالين معاها في التوالي توازي وفي التوازي توالي. طب يا عم تمام، نشوف مع بعض مسألة عن الجزئية دي، بس خليك فاكر ان السي بتعكس في التوالي توازي وفي التوازي توالي. يلا بينا نشوف السؤال ده. السؤال ده قال لك المكثفات اللي قدامك دول كلهم كل مكثف منهم سعته اسمها سي، كل مكثف سعته اسمها سي. طب انت عايز ايه يا عم؟ قال لك والله انا عايز منك اكس سي 2 على اكس سي 1، تجيب لي النسبة بين مين؟ اكس سي 2 الى اكس سي 1. طب تعالى مع بعض كده نشوف. اول حاجه عشان اجيب الاكس سي عايز اقول 1 على 2 باي في اف اف سي، فلازم اجيب اول حاجه السي الكليه. طب هي سي الكليه كل مكثف سعته سي، سي الكليه هنا اجيبها ازاي؟ دول توازي اللي هم توالي اللي هم باتنين. طب دول توازي اللي هم توالي اللي هم باتنين. طب دول ودول توالي اللي هم توازي اللي هم يطلعوا بواحد بسي، يعني بواحد سي. طب دول توالي، الاثنين دول توالي اللي هم توازي اللي هو نص قيمه احدهم عشان متساويين يبقى نص سي. طب دول توالي اللي هم توازي عشان بنعكس يبقى نص سي. طب النص سي اللي فوق مع النص سي اللي تحت توازي اللي هم توالي اللي هو نجمع يعني يديني سي. يبقى الساعة الكلية هنا اسمها سي وهنا اسمها سي. فك اكس سي 2 1 على 2 باي في اف 2 في سي 2. شفت العلى؟ خليها في، تعامل من هذا المنطق مع الكسور. طب اكس سي 1 بدل ما تبقى 2 باي في اف اف سي، بدل ما تبقى 1 على 2 باي في اف اف سي هتبقى 2 باي في اف 1 سي 1 على 1، عكسناها يعني. قلبنا العلى في وشقلبنا اللي تحتيه. طيب يا عم تمام، التو مع مين؟ مع التو، والباي مع الباي. طيب يا عم تمام، تعال نعوض بقى مع بعض. يلا اف واحد بكام؟ باف اهي. طب سي واحد بكام؟ بسي. طيب اف اتنين بكام؟ باتنين اف. طب سي اتنين، ركز بقى معايا، سي 2 بكام؟ بسي برضو. المشهد السي تروح مع السي والاف مع الاف يطلع 1 على 2. موضوع سهل وجميل، بس للي فاهم ان في سعه المكثف بشتغل في التوالي توازي وفي التوازي توالي. طيب سؤال برضو تافه جدا، السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول عند غلق المفتاح في المشهد اللي قدامنا ده كده اهو،
هنا في مقاومة وهنا في مقاومة وهنا في تيار متردد. وبعدين بيقول لي عند غلق المفتاح ماذا يحدث لزاوية الطور؟ مش انت فاكر ان زاوية الطور هنا كانت بتساوي تان سيتا اللي هي بتساوي اكس ال على ار؟ ولو كان هنا مكثف وكان هنا مقاومة كنت هتقول اكس سي على ار، يبقى هنا بتساوي اكس ال على ار، صح؟ طب هو انت لما تفتح المفتاح ما الذي يحدث للمقاومة؟ والله عند غلق المفتاح كانتا كلتا المقاومتين توازي، والتوازي بيدي مقاومة قليلة، لكن عند فتح المفتاح تصبح المقاومة دي لوحدها بس، فالتوازي تشال، فالمقاومة كبرت، فالمقاومة لما تكبر يقوم الزاوية تقل. أقول تاني، يبقى عند فتح المفتاح كانوا توازي وكانت المقاومة صغننة، عند فتح المفتاح مش هيبقوا توازي، هيبقى مقاومة على حالها، يعني المقاومة هتبقى كبيرة، يعني المقاومة هتزيد، يعني المقاومة لما تزيد التيار الزاوية تقل، لأن العلاقة علاقة عكسية بين السيتا أو بين تان سيتا والإيه والمقاومة. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئية دي والحمد لله. في سؤال تاني بس ده قديم شوية، احنا قلنا على فكرته، هو قال لك هنا دي ده ملف وده حاجة كده كتب فيها واي، وقال لك إذا علمت أن الجهد الكلي يساوي مجموع الاثنين. طب امتى الجهد يتجمع؟ أنا لسه قايلها، لما يكونوا من نفس النوع. يبقى ادالك اختيارات، قال لك الواي دي هتبقى مقاومة ولا ملف مهمل للمقاومة ولا ممكن تبقى مكثف ولا ممكن تبقى ايه؟ طبعا تبقى ملف مهمل للمقاومة. ليه ملف مهمل للمقاومة؟ لأنك قلت إن الجهد الكلي هنا هيساوي مجموع الاثنين، وما دام الجهد هيجمع، الجهد لا يجمع إلا إذا كان من نفس النوع، لو كانوا من نفس النوع يبقى الجهد يجمع، غير كده الجهد ما ينفعش يتجمع. طيب يا عم تمام، خلصنا من الجزئية دي، تعال نشوف سؤال تاني مع بعض. جاب لك دايرة بهذا الشكل، سؤال ورد السنة اللي عدت مع بعض، وقال لحضرتك إن هنا مقاومة R وإن ده ملف دي اكس ال هنا وهنا اكس سي وكده، قال لك اذا كان ار يساوي اكس ال يساوي اكس سي وزاد التردد، وزاد الايه؟ فعند زياده التردد ما الذي يحدث لكل من الار والاكس ال والاكس سي؟ صلى على النبي. المقاومه تغير ولا تتغير، يعني لو المقاومه زادت التيار يقل، المقاومه قلت التيار يزيد، لكن لو التيار تغير المقاومه تظل ثابته، لكن لو التيار تغير المقاومة هتظل ايه؟ يعني المقاومة تغير ولا تتغير، المقاومة لا تتوقف اصلا على التردد، يبقى التردد يظل، انا اسف، يبقى المقاومة تظل ثابتة حتى بعد زيادة التردد. طب الاكس ال ايه اللي هيحصل له؟ تعالى نكتب قانون الاكس ال، دي مش بتساوي 2 باي في اف في ال؟ طب لما الاف تزيد يبقى الاكس ال تزيد، يبقى الاكس ال تزيد، يبقى الاكس ال تزيد. طب تعالى كده ايه اللي يحصل للاكس سي لما نزود المقاومه؟ هي الاكس سي دي مش بتساوي 1 على 2 باي في اف في سي؟ اه، يبقى الاف والاكس سي العلاقه بينهم علاقه عكسيه، يبقى لما دي تزيد ده يقل، يبقى دي تقل. يا رب تكون فهمت. يبقى هو قال لك زودنا التردد المقاومه تظل ثابته، والتردد مع الاكس ال العلاقه بينهم علاقه طرديه، والتردد مع الاكس سي العلاقه علاقه عكسية. طيب تمام، خلصنا من الجزئية دي، تعالى بقى نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده حضرات معانا هو الفصل الخامس، كده خلاص صدقني الفصل الرابع قلت لك على جميع أسراره، وإحنا بعد كده هنخش مع بعض على الفصل الخامس إن شاء الله. الفصل الخامس مع بعض حضرات، الموضوع بكل بساطة إني الفصل الخامس ده كان خناقة كده بين الكلاسيكية والحديثة، مين ينجح في تفسيراته، مين يقول الصح. اول ظاهره اتخانقوا عليها كانت ظاهره اسمها ظاهره الاشعاع، وطبعا الاشعاع ده يعني انت عارف عندك الموجات الكهرومغناطيسيه اللي هي موجات الراديو والتي في ومايكرويف تحت حمراء ضوء مرئي فوق بنفسجيه، اشعه اكس اشعه جاما، دي اسمها اشعاع.
اشعاع، والاشعاع ده بعد كده عرفنا ان هو عباره عن فوتونات. المهم الخناقه بتاعت الاشعاع ده خلصت على ايه بقى؟ خلصت على ان الجماعه بتوع الفيزياء الكلاسيكيه قالوا ان العلاقه بين شده الاشعاع والطول الموجي العلاقه دي علاقه عكسيه. العلاقه علاقه عكسيه، مين اللي قال كده؟ دي الكلاسيكيه اللي هي الفيزياء القديمه يعني. لكن الفيزياء الحديثة قالت ان العلاقة بين شدة الاشعاع والطول الموجي ولا هياش عكسية ولا هياش طردية. يعني ايه؟ يعني هي تخضع لهذا المنحنى، ده المنحنى اللي عملته الفيزياء اللي هي الحديثة. وهذا المنحنى ما قالش بقى ان بزيادة الاشعاع الطول الموجي يقل ولا غيره، لان هنا بزيادة الاشعاع كان الطول الموجي بيزيد، وهنا بزيادة الإشعاع الطول الموجي عمال بيقل، فطبعا الموضوع هنا مختلف حبتين. يبقى كده أي جسم مشع يخضع لهذا المنحنى اللي سموه منحنى بلانك. طيب تمام، نفسي تبقى مركز معايا وأمسك لك الجزئية دي ندرسها، وأمسك لك الجزئية دي ندرسها. عند النقطة دي الطول الموجي صغير لكن التردد كبير والطاقة كبيرة، لأن الأغنية بتقول إيه؟ الطاقة والتردد صحاب والطول الموجي عدوهم. فلما يكون الطول الموجي صغير جدا والتردد كبير جدا والطاقة كبيرة جدا، بيكون شدة الإشعاع تقترب من الصفر. بيكون إيه؟ شدة الإشعاع بتقترب من الصفر. بيكون الإشعاع مقترب من الصفر. طيب تمام، لكن لما الطول الموجي يزيد جدا يبقى كبير، فالتردد يقل قوي والطاقة تقل قوي، لأن الطاقة والتردد صحاب الطول الموجي عدوهم. ساعتها برضو هنلاقي إن الإشعاع برضو فضل مقترب من الصفر، هنلاقي إن الإشعاع ماله مقترب من الإيه؟ من الصفر. في مشاكل؟ يا نعم، خلصنا من الجزئية دي والحمد لله. طيب دي بالنسبة لظاهرة الإشعاع. الكلاسيكية فسرتها غلط، قالت إنها عكسية، وطلع الكلام ده يخضع لمنحنى اسمه منحنى بلانك. طب إيه الظاهرة اللي بعد كده؟ ظاهرة سقوط ضوء على معدن وخروج إلكترون، فسميت هذه الظاهرة بالظاهرة الكهروضوئية. الظاهرة الكهروضوئية بكل بساطة عشان يسقط ضوء على معدن ويخرج إلكترون فلا بد أن يكون الضوء تردده يساوي حاجة اسمها التردد الحرج. فإذا كان تردد الضوء يساوي التردد الحرج، ساعتها يتحرر الإلكترون بالكاد. طب إذا كان تردد الضوء أكبر من التردد الحرج، يتحرر ويكتسب الإلكترون كاينتيك إنرجي. طب إذا كان تردد الضوء أقل من التردد الحرج، إيه اللي يحصل؟ لا يتحرر الإلكترون أصلا. أينشتاين قال لك أنا هبسط لكم الموضوع ده. بدل ما نقول الضوء اللي ساقط تردده كام والتردد الحرج كام، ونقارن تردد الضوء الساقط بالتردد الحرج، وإذا كان تردد الضوء الساقط يساوي يبقى بيحرر بالكاد، تردد الضوء الساقط أكبر يبقى بيحرر ويدي طاقة حركة، تردد الضوء الساقط كان أقل ما يحررش، أينشتاين قال لك إحنا نتعامل بالطاقة. إحنا هنقول إن المعدن أقل طاقة ممكن تخليه يحرر بنسميها دالة الشغل اللي هي اي دبليو. دالة الايه؟ الشغل اللي هي اي دبليو. فلو الضوء اللي ساقط له طاقة وطاقة الضوء الساقط كانت تساوي دالة الشغل، يتحرر الالكترون بالكاد. طب إذا كانت طاقة الضوء الساقط أكبر مثلا من دالة الشغل، يتحرر ويعطي طاقة حركة. إذا كانت طاقة الضوء الساقط أقل من دالة الشغل، لا يتحرر الإلكترون أصلا. تمام؟ يبقى معنى كده إن الطاقة بتاعة الضوء لو كانت بتساوي دالة الشغل، الإلكترون يتحرر بالعافية، لأن دالة الشغل دي أقل طاقة تنفع تحرر الإلكترون من سطح المعدن، ودالة الشغل طبعا بتختلف من معدن إلى آخر. لكن لو كانت طاقة الضوء أكبر من دالة الشغل، فهيتبقى معاك شوية، هيتبقى معاك حبة، الحبة
تاخد بيهم طاقة حركة زي لما تروح تشتري حاجة ويتبقى فلوس تاخد بيها البان. هنا لما يكون معاك طاقتك أكبر من المقدار اللي هتحرر بيه اللي هو دالة الشغل، فأنت تاخد بالباقي البان اللي هو طاقة حركة، يعني طاقة إيه؟ طاقة حركة. طيب يا عمي تمام، خلصنا من الجزئية دي والحمد لله. تعال بقى معايا نشوف شوية حاجات. الطاقة دي بتساوي اتش في نيو. انت عارف ان المثلث ده من تانية ثانوي السرعة كانت بتساوي تردد في طول موجي. طب لو مش معاك التردد تحط مكانه سي على لمدة، يبقى الطاقة كده هتساوي اتش في سي على لمدة. ماشي يا عم، كلام جميل ما فيهوش مشاكل. دارة الحدوتة دي عملنا منها حاجة اسمها الخلية الكهروضوئية. يسقط الكترون، انا اسف، يسقط ضوء على المعدن، الضوء طاقته عالية بتساوي دالة الشغل او تردده بيساوي التردد الحرك، يتحرر الكترونات تمشي كهرباء، عملنا منها الخلية الكهروضوئية. في ظاهرة بنت عمتها بقى، بنت خالتها، اسمها الظاهرة الكهروحرارية. دي حرارة تسقط بطاقة معينة فتحرر الكترونات من سطح المعدن. ودي عملنا منها انبوبه اشعه انبوبه اشعه الكاثود اللي بتكون موجوده في شاشه التلفزيون والكمبيوتر. طب يا عم تمام ما علينا، تعالى كده على الجزء ده ناخد سؤال كده جه السنه اللي عدت في النموذج الاسترشادي. السؤال ده كان سؤال رسم بياني. يلا بينا، يلا بينا. سؤال الرسم البياني اللي قدام حضرتك ده، بسم الله توكلنا على الله، بالشكل ده. هنا كاينيتيك انرجي في 10 أس سالب 20 جول، وهنا ده يعني هو تدريج هنا لطاقة الحركة في أرقام كتير بس احنا 6.6 ما علينا. والخط بتاعنا هيطلع من هنا كده وهيكون قصاده 4 أو 45، خمسة وإيه؟ 45، وده ب 55. طيب صلى على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. ايه المطلوب في المسألة دي؟ قال لك والله المطلوب هو دالة الشغل. عايزين ايه يا عم؟ قال لك والله احنا عايزين دالة الشغل. طب تجيب دالة الشغل ازاي يا استاذ حبيبي؟ دالة الشغل تعرفها ايه؟ اقل طاقة ينفع تحرر. اقل طاقة تنفع تحرر دي، ما هي الطاقة دي من فوقها اتش في نيو، الطاقة الكلية بتاعت الضوء اللي ساقط. لكن دالة الشغل بتاعت المعدن اقل طاقة تنفع تحرر هنفكها ثابت بلانك في اقل تردد ينفع يحرر اللي هو نيو سي تردد الحرج زائد الكاينيتيك انرجي تنزل زي ما هي. طب انت معاك هنا اقل تردد بدا يحرر، ولما زاد التردد عن هنا بقى ايه؟ هنا التردد، هنا الرسمة فيها تردد، يبقى هنا بقى اقل تردد بيحرر. حتى بص كده، لما زاد التردد، لما زاد التردد بدا يكتسب طاقة حركة، يبقى ده اللي تردد يحرر، يبقى ده التردد الحرج، ده التردد الايه؟ التردد الحرج. وهنا طبعا التردد ده مضروب في 10 اس 13 عشان يتحول لهرتز على الخط هنا. فيبقى لو عايز دالة الشغل هتفتكر ان دالة الشغل هتساوي اتش في التردد الحرج. اتش اللي هو ثابت بلانك، ده مقدار ثابت 6 علامه 6 2 5 هيدولك وفي المساء في 10 اس سالب 34. في السي او في نيو سي اللي هي بكام؟ 45، ده التردد الحرج اهو. اقل تردد بدا يحرر عنده، ولما زاد التردد عن كده بدا يكتسب طاقه حركه. اقل تردد ده ب 45 في 10 اس 13. 45 في كام؟ في 10 اس 13. في مشكله؟ لا يا استاذ. وبكده نكون خلصنا من المساله دي. تعالى مع بعض نشوف القصه بتاعت ديبراولي. ديبراولي قال لك ان اي جسم متحرك هيكون ليه طول موجي. القصه دي جت امتى؟ جت بعد ظاهره كوميتون. ظاهره كوميتون المشهوره اللي انت عارفها، كان في فوتون ماشي، فوتون اللي هو وحده تركيب الضوء، خبط في الكترون فطيره. فمن بعدها قال لك بس ما دام الفوتون خبط يبقى ليه كميه تحرك، يعني ليه كتله وليه سرعه. فقال لك الفوتونات اللي هي الموجات اللي كانت في عرفنا موجات ليها خصائص جسيمية، مدام الضوء اللي هو فوتونات خبط فحرك يبقى ليه خصائص ايه؟ موجية. فديبراولي قال لك خلاص مدام الموجات ليها خصائص جسيمية يبقى الجسيمات اللي هي زينا لما بنمشي بيكون لنا خصائص ايه؟ موجية، وبيكون لنا طول موجي. فأنا أول ما أقول لك إلكترون بيتحرك أو إلكترون في ميكروسكوب ضوئي،
او الكترون عرض لفرق جهد في انبوبه اشعه الكاثود، تفتكر ان اللمده للالكترون بتساوي اتش على ام في الفي، يبقى اللمده الكلام ده جاي من عندي دي براولي. طيب يا عم تمام مفيش مشكله. قال لك بفرض ان سرعه الالكترون، تعال نشوف مع بعض، قال لك سرعه الالكترون كتلته، يبقى كتله الالكترون بكام؟ كتله الالكترون 9.1 عشان الوقت بس شويه هننجز، ف10 اس سالب 31 سامحوني. وسرعه الالكترون سرعته بتاعت الالكترون مساويه لسرعه بروتون. طيب يا عم تمام، كتله البروتون ام بي بتساوي كام بقى؟ 1.67 في 10 اس سالب 27، فيكون الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون، فيكون الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون نقط الطول الموجي المصاحب لحركه البروتون. يعني هو عايز الطول الموجي بتاع الالكترون على الطول الموجي بتاع الايه؟ البروتون. بيقول لك الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون نقط الطول الموجي المصاحب لحركه البروتون، يعني بيطلب النسبه بينهم. بسيطه خالص، هشتغل ازاي؟ هقول لمدة الكترون على لمدة بروتون. لمدة الكترون هتبقى اتش على ام الكترون في الفي الكترون. شفت العلى؟ خليها في، شقلب لي اللي تحتيه، بدل ما تبقى اتش على ام في الفي هتبقى ام في الفي على اتش. بروتون بروتون. اتشك هي اتشك يروحوا مع بعض يا حبيبي. السرعه قال لك نفس السرعه. يبقى هتقسم كتله البروتون على كتله الالكترون. طب كتله البروتون بكام يا شاطر اهي جدع؟ 1.67 في 10 اس سالب 27 على كتله البروتون اللي هي كتله الالكترون اللي هي بكام؟ 9.1 في 10 اس سالب 31. يبقى تطلع بكام بقى؟ تطلع 1.853 مره. يبقى دي قد دي خمسه، الرقم ده مره. في مشكله؟ و احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون قد افدناكم، وللاسف وقتنا خلص. ونتمنى من الله تتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك مستر الصفحه الرسميه للاستاذ احمد سليمان، وقناتنا على اليوتيوب مستر احمد سليمان بالعربي. ونلقاكم على خير، ونتمنى لكم التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.